مساء الخير. يحبس العالم أنفاسه متابعة للحرب الروسية الأوكرانية. من الأساس بلشنا هيك وكانت الحرب باردة، كيف هلأ واشتدت سخونتها؟ وكمان أعلن الرئيس الروسي وضع القوة النووية بحالة تأهب قصوى. أكيد كلنا يعني حطينا إيدينا على قلبنا على لما بنسمع بصواريخ نووية. وأيضا لبنان على طول بيتأثر بأي شيء بيصير بالعالم، فكيف إذا كان بهالحرب اللي شدت أنظار كل الدول وأصبحت الاهتمام الأول وتأثرت كل العالم فيها، إذا مش عسكريا اقتصاديا نفطيا وكل التداعيات عم تنتشر بكل الدول، لأنه القوة العظمى الثانية مقابل القوة العظمى الأولى اللي هي أمريكا وحلفائها وروسيا. هلأ خلينا نقول يعني كمحور روسيا وحلفائها. بلبنان شظايا دبلوماسية أول شيء وصلتنا عبر اللي حصل تداعيات البيان وزارة الخارجية، وأكيد شفنا اليوم حكي السفير الروسي اللي قال أنه ما بتأثر، أنه مش راضيين، ولكن أكد أنه ما بيأثر على العلاقات الروسية اللبنانية. الشظايا الغذائية والنفطية واللي هي نحن عم بتزيد الطين بلة لإلنا، في الهيئة يعني عندنا مشكلة بدها تبين بالأيام المقبلة، مشكلة تتعلق بالقمح، مشكلة تتعلق بالمواد الغذائية بالحبوب، مش لأنه بس لبنان، لأنه كل العالم رح زادت تكلفة الشحن وما إلى ذلك. وبالتالي كل دول خصوصا لبنان الهش، يعني دول الهش رح تتأثر بهذه الشظايا. نحن حسينا أن أمورنا صارت سنوية وساذجة، لكن نحن كمان عنا مستنقع عم نقع وقعين فيه، رمال متحركة عم نغرق وما حدا عم بيشيلنا. واليوم للأسوأ اللي بلشنا نسمعه انه كل شيء تأجل لبعد الانتخابات، موازنة، كهرباء، IMF، كل شيء في شيء باب إصلاحي او باب إنقاذي للبنان تأجل لبعد الانتخابات. والانتخابات بحد ذاتها بلشنا نسمع انه في تأجيل لها، ليه؟ صرنا عم نشوف إشارات من هون ومن هون نلتقطها إنه في طروحات جديدة، في أزمة، يعني بعدنا مش شايفين فيينا شو صار فيها، رغم إنه في تقدم بس مش ما حدا عم بيتابع، لكن بدها تفرض حالها المعركة مع روسيا على فيينا أكيد وعلى كل الملفات الإقليمية. ولبنان ما أشطروا بتعليق حاله على كل الاستحقاقات اللي كانت صغيرة ولا الكبيرة. على كل حال نحن بمتابعة لأزمة أوكرانيا ومتابعة أيضا لأزمتنا، لأنه ما فينا نتغاضى عنها أو نقلل من الاهتمام الملفات المطروحة. بدي أعرفكم على ضيوفي معي بالاستوديو رئيس تحرير جريدة الجمهورية أستاذ جورج سولاج. مساء الخير أستاذ جورج. خي هالابتسامة حسينا يعني هيك اسم الله عليك على هالمقدمة، هي ما تركتي لنا شيء نحكي. بس انه انا حسيت انه ممكن تكون لازم زعلان شوي، بس لا لا عشان يعني بدي اسأل، بالعكس بيكون معك انت وبالان بي ان، ليه بدي يكون زعلان؟ بدي يكون يعني مرتاح. هيك ضحكة سلام شوي اللي ايه نحن دائما بقى بس الحاجة للسلام. كان مفترض انه يطلع معنا وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وكنا بحاجة لسلام من وزير الاقتصاد لنحس بالسلام الغذائي، ولكن صار عنده ظرف اعتذر عن الحلقة. رح ناخذ فقط بالموضوع القمح، رح يكون معنا مدير عام القمح جريس بربيري وشمندر السكري. ايضا رح يكون بالبارت الثاني من حلقتنا معنا امين السر العام بالحزب التقدم الاشتراكي زافر ناصر، المدير العام لمجله مرايا الدوليه فادي ابو ديا، وكمان رح يكون معنا السفير الروسي السابق بلبنان الكسندر زاسبيكين. بس كمان انا بدي اشير استاذ جورج، لانه نحن رح يكون عندنا اضاءه اليوم على موضوع الباسبورات. ما في حدا ما حكي بموضوع الباسبورات بلبنان. خرج الامن العام عن صمته بهالبيان، ما بعرف اذا طلعت عليه بيان. أكيد. قال انه جزأ او فند المشكله ولو بطريقه سريعه، بس كانت صرخه الناس كلها على الباسبورات. على كل حال نحن من المعلومات اللي شفناها ينبغي التوقف هو عندها. يعني اذا بنجي نحن نشوف كميه الطلب على الباسبورات من الناس وبنشوف امكانيات الامن العام، بنقول انه هذا انجاز. ما بعتقد اي دايره مش بلبنان، اي دائره بالشرق الاوسط كله كان بيقدر يلبي الناس مثل ما الامن العام اللبناني عم بيلبي الناس بطريقه حضاريه محترمه مرتبه بشعور مع الناس. ويلي بحاجه لسفر كانوا عم بيامنوا له، بتجيب تيكت سفر انت انه انت بحاجه انك تسافر،
تثبت انك بدك تسافر بيعطوك الباسبور بشكل سريع الى اخره، بس ما حدا تاخر عن شغله بسبب الباسبور. بس المشكله انه الناس بتهجم، 90% من الشعب اللبناني عم يهجموا على الباسبور لسبب بسيط، انه قبل ما يغلى تكت باردون تعرفه الباسبور التعريفي ثاني رح تبلش، وحتى تعريفي اللي انعملت ما غليت كثير، ما غليت يعني، كان في احساس كثير كبير مع الناس بهذا المجال يعني. على كل حال الامن العام عم بيعطي دائما، عم بياكد مره بعد مره انه هو مؤسسي على قدر الامال والطموحات يلي الشعب اللبناني بينتظرها منه. على كل حال رح يطلع معنا الرائد مارك العظم مدير مكتب المدير العام للامن العام، رح يطلع ويشرح كل هالامور، ورح يشوف اللبنانيه قديش بمكان ما ظلموا الامن العام، لانه بعد في شيء اللي مش معروف قديش كلفه الباسبور، يعني كلفه هيدا الباسبور وما في مصاري طبعاً طبعاً. وكيف عم تتأمن طبعاً. كلفة الباسبور عم يتاخد يعني أنجع 10% هذا بحد ذاته إنجاز يعني، يسجل للمدير العام للأمن العام اللي هو عباس إبراهيم. على كل حال رح يحكي، وبعتقد في رح يكون في إعلان عن الخطوات الجديدة، لأنه حكي إنه رح يتاخد إجراءات تنظيمية أكثر، ما في حدا بده يسافر وبده باسبوره إلا ما رح يوصل له، أنا هيك فهمت يعني من إنه سألت عن هيدا الموضوع. أكيد أكيد هذا اللي عم بصير هيك، في إجراء هو هلا عم بصير هيك. أنا ايه والناس رح يطوروا اكثر. صحيح صحيح. استاذ جورج، شو نحن بعاد قديش عن اوكرانيا؟ بعاد بالتاثر ام وقراب بالمتابعه ام لا قراب بالتاثر يعني وبالمتابعه؟ اذا بدك تجي على بعض الحاكمين بالسلطه اللبنانيه بتحسي نحن بعاد عن اوكرانيا شيء 100 سنه ضوئيه، ولكن بالتداعيات الواقعية نحن يعني في تداعيات مباشرة على الوضع بلبنان. يعني اليوم نحن كان في اهتمام ضئيل بالوضع اللبناني من المجتمع الدولي، من الدول العربية، وكنا عم نشكي انه لبنان شبه معزول، ما حدا عم بيطلع فينا. مع تداعيات الحرب بأوكرانيا يعني هبط لبنان على سلم الاهتمامات الدولية، صار إلى قعر هذا السلم. فالمشكلة صار عندك يعني صندوق النقد اليوم هل بعد قادر يعطي لبنان مثل ما كان ممكن يعطينا قبل الحرب بأوكرانيا؟ إيه ليه؟ لأنه هون هل ممكن الترسيم يرشي يعني يكمل بالزخم يلي كنا عم نشوفه نحن بالمرحلة الأخيرة؟ يعني في كثير، هل البنك الدولي هو كمان اليوم مستعد انه يعطينا ان كان للكهرباء ولا للغاز المصري مثل ما كان هو مستعد يعطينا قبل ما تندلع الحرب باوكرانيا؟ ليش حكيت عن صندوق النقد؟ لانه سمعنا انه هو بده يعطي هلا 4 مليار لاوكرانيا، فاذا رح لبنان بيتراجع عليه. ليش هو 4 مليار فقط؟ بردون مش 4 مليار، يمكن المبلغ نحن يعني اكثر اكيد. انا العالم كله اليوم 40 بعتقد. نعم العالم كله اليوم يعني عم بيواجه ازمه اقتصاديه عالميه، وبلشنا نشوف نحن اسعار الغاز والنفط كيف عم ببلش يحلي، وعم ينحكى انه النفط ممكن يوصل لفوق ال 150 دولار للبرميل. هذا شو بيعمل بالناس وشو بيعمل بالعالم وشو بيعمل بالاقتصاد العالمي؟ عم نشوف في نظام جديد للتعاملات المالية العالمية اللي عم بتصير، كمان بدها تأثر في حركة طيران عم تتغير. نحن أمام تغيير استراتيجي على كل المستويات، في خريطة العالم عم تتغير بالأول بالسياسي، وإذا بدك بنحكي فيها نحن حرب أوكرانيا بدك تشوفي شو أبعادها الجيوستراتيجية لا تقدري بعدين تعرفي قديش رح تكون صعوبة يعني الأعباء الاقتصادية والمالية على دول العالم. اليوم أوروبا بدها تعاني اقتصاديا وماليا، دول ماكنة عم بتعاني، دول مستقرة اقتصاديا وماليا وسياسيا بدها تبلش تعاني. اليوم في مطالبات أمريكية للأوروبيين أنه خلينا نحن الاحتياطات البنوك المركزية نساهم بتغطية الفروقات اللي بدها تصير عن النفط وعن الغاز. طيب صندوق النقد بده يكون موجود لساعد
كل أعضائه، ما بيقدر هو بس يساعد دولة واحدة لبنان. إنه قبل أزمة روسيا أوكرانيا كان ممكن صندوق النقد يعطي لبنان مبلغ معين، اليوم بدها تصير شروطه أصعب وتقديماته أقل مع الأسف، خاصة إذا أصعب وتقديمات أقل، تقديمات أقل خاصة إذا يعني طال أمد هذه الحرب، واللي مبين لحد اليوم إنه نحن منا أمام حرب خاطفة وسريعة، نحن أمام حرب طويلة المدى، وراح يكون عندها تداعيات كتير كبيرة استراتيجيا، وبدها تغير خريطة. إذا يعني نجح الروس راح يغيروا خريطة العالم، وإذا فشلوا الروس كذلك الأمر راح يكون في تغيير على مستوى على الأقل الأوروبي. يعني تذكرنا الحرب السورية أول ما بلشت صار ينحكى أنه 10 أشهر 12 شهر سنة، وراحت 9 سنين و10 سنين بقيت، يعني احنا هلا من سنة سنتين وكان بعدها. بروسيا بلشنا نسمع انه بس اتفقوا انه يصير في مفاوضات غير مباشره او مفاوضات مباشره ببيلاروسيا ممكن انه تنتهي، بس انت عم تقول حرب طويله. طبعا يعني ليش؟ لانه في عسكريين عم بي... ايه واستراتيجيين عم بيقولوا لا فتنا بمرحله رح نشوفها سنين، يعني رح تمتد. طبيعي، لانه اذا بتشوفي المعطيات اذا بتشوفي الاهداف بالاول والمعطيات ساعتها فيك تقولي هذه الحرب اذا بدها تكون خاطفه ولا ما رح تكون خاطفه. بالاساس الحرب البعض يعتقد انه هي بلشت من يومين من ثلاث ايام، ولكن الاستعدادات للحرب حيصير لها شهر هي اكثر، يعني على الاقل الامريكان عرفوا فيها من ثلاث اربع اشهر، وعملوا اتصالات على مستوى العالم، بلغوا كل العالم حلفائهم وغير حلفائهم، حتى الصين بلغوها انه روسيا تستعد لاجتياح اوكرانيا، وهيدا خطر بهدد الامن العالمي، بهدد الاستقرار، وبالتالي عملوا لوبينج بهذا المجال. هيدا واحد. اثنين، المفاوضات لم تبدا اليوم ولن تنتهي اليوم. مفاوضات كمان بلشت صار لها ثلاث اشهر مبلش المفاوضات. كنا عم نشوف نحن الدبلوماسيه الامريكيه بموسكو، شفنا الرئيس الفرنسي، شفنا الالماني، شفنا التركي، شفنا الرئيس اردوغان، شفناه كمان. يعني كان في يعني عدد كبير من الوساطات ومحاولات التفاوض غير المباشر، لانه مش المعنيه هي مباشره اوكرانيا بهذه الحرب، وان كانت الحرب على اوكرانيا وباوكرانيا، ولكن الاهداف هي تطال، الأهداف تطال هي يعني تطال نظام الأمن الأوروبي، نظام الأمن الأوروبي والخريطة الجيوسياسية العالمية. وبالتالي كذلك الأمر عم نشوف اليوم أنه دول الغرب عم بتقول بدنا عم نبعث سلاح أو رح نبعث سلاح على أوكرانيا. هن بالحقيقة بعتوا سلاح من شهر ومن شهرين ومن ثلاثة أشهر كانوا يبعتوا سلاح، والجيش الأوكراني مش اليوم عم يعمل خطة دفاعية. كذلك الأمر الجيش الأوكراني كان من ثلاثة أشهر عم يستعد لمفاجآت، وعم يستعد كيف بده يواجه هو القوات الروسية. وبالتالي هذا بفسر أكثر وأكثر أنه كيف قدروا لحد هلأ القوات الأوكرانية تواجه القوات الروسية، يلي هي فعلا صعب كتير على دولة مثل أوكرانيا وغير أوكرانيا أنه تواجهها. تعزيزات عسكريه كبيره وصلتها، في تعزيزات نوعيه كبيره صار بين ايدين القوات الاوكرانيه، وهي يلي اليوم يعني اول يومين بصير في جس نبض بالسلاح، هاي بسموها العسكر يعني امتحان بالنار بيعملوه تيشوفوا الاحتكاكات ورد الفعل ونوعيه الاسلحه عند الخصم ليعرفوا شو بدهم يعملوا بالاخر. هيدي اللي صارت بدونباسك اول شيء، بدونباس اول شيء لحد هلا هيدا. يعني لحد هلا اللي عم بصير بعد عم تحكي بجس هيدي لا بلشت حرب هلا بلشت الحرب قلت لك انا بلشت مش هلا الحرب بلشت من شهرين مبلش الحرب العمليات اللي كانت عم تحصل واليوم نعم اليوم نحن امام مرحله من المراحل يلي بدها تجي بعد، وعم نشوف كل يوم في مفاجاه. يعني اليوم وصلوا على محل انه حط سلاح النووي على طاوله المفاوضات. شو يعني الرئيس بوتين بيطلع بيقول انه انا على التلفزيون انه انا عم وجه وزير الدفاع، عم وجه رئيس الاركان الجيش انه حطوا قوات الردع النوويه بحاله تاهب خاصه. هو منه بحاجه اذا بده يستعملها انه هو يحكيها على الهواء، ولكن هيدي
بإطار الحرب النفسية وبإطار دعاية الحربية. هذا الشيء اللي عم بيعمله عم بيوجه رسالة، هو رسالة ترهيب للأوكران بالساعات يلي هن جايين فيها على المفاوضات، يعني تزامن الإعلان عن التأهب النووي تزامن مع بدء المفاوضات، يعني حتى على الطاولة عم بتصير عم بيحطها على الطاولة وعم يحكي مع الغرب بذات الوقت، يعني عم بوجه رسالتين بذات الوقت، عم بيقول للغرب انه انا رايح للاخر، يعني هذا الموضوع ما في تسوية فيه. بس شو اللي دفع انا رايح على الاخر؟ اذا انتم بدكم تكفوا علي الحرب انا مستعد، انه يعني علي وعلى اعدائي يا رب، بده يعملها حرب شاملة، هذا الموضوع. وهن كمان عاملين كمان حالة تأهب، ولكن هذا لا يعني اطلاقا انه راح يصير في استعمال يعني هذه الأسلحة الفانية للبشرية. يعني مش هلا صرنا كنا عم نقول من الاول انه مش معقول يصير، مش معقول يصير، وعم بيصير ما يقوم يعملها. على كل حال هي بيقوم يكبس على، لا هي كمان عنده زر ترامب تذكر، ايه ما هي منا بهيدي السهوله، يعني منا بهيدي السهوله. اليوم في مبالغات ان كان من جانب الروسي، في مبالغه بالاعلام، وان كان من الجانب الاوكراني والغربي في مبالغه بالاعلام، وهذا شيء طبيعي بكل حروب العالم، لانه هيدي الحرب النفسيه بتقتضي انه الاعلام الحربي دائما يكون هو يشتغل شغله، عم يشتغل شغله بالاخر. طب ليش روسيا، يعني عم بتقول انه عم تحكي عن 3 اشهر وقبل، ليش روسيا بدها، يعني كيف هل استدرجت الى هكذا حرب روسيا، ام انه لا هي كانت عارفة انه في مخطط امريكي من اوكرانيا انه يضموها للناتو، لانه صاروا من زمان بيقولوا بدنا يضموها للناتو. هي في عدة عوامل في بالموضوع، في صواريخ وفي، وعم تعرف انه في امدادات عسكرية، وكأنه يعني اشتمت رائحة انه في حصار عسكريا من خاصرتها بالاسلحة، لانه ليش بدها تستدرج بعدها هون مش خالصة بالمنطقة. اذا بنطلع على خريطة اوروبا بنشوف نحن انه روسيا وحدة هي أكثر من نص الخريطة، يعني من أوروبا كلها، يعني إذا جمعنا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكل هودي الدول ما بيطلعوا قد أوروبا. وبالتالي أنه هال 5000 عسكري ناشرينهم، 1005 ببولندا مثلا و2000 برومانيا و1900، يعني بهالنسب، يعني ما لنا الرقم دقيق، ولكن هذه القوات لا تهدد لا استقرار روسيا ولا الامن الروسي، ولا يعني ما بتشكل تهديد استراتيجي لهذا الموضوع. وحتى النووي اليوم اذا جمعتي فرنسا وبريطانيا ما بيطلع عندهم اثنيناتهم سوا ما بيطلع عندهم 600 راس نووي، بالوقت اللي روسيا وحده عندها 6500 راس نووي بهذا المجال. اذا الموضوع أبعد من هيك، الموضوع أنه الرئيس بوتين من ناحية هو يعني مع تكرار تجاربه وإفلاته من يعني من الحساب، يعني فات على جورجيا اجتاحها ما حدا عمل له شيء، إجا على سوريا وحط إيده على الأزمة السورية ما حدا واجهه، سوريا طلبته بغض النظر بس هو اجى مساند، مش بغض النظر، مش بغض النظر، شاف هو اداره امريكيه ضعيفه وهي تتراجع عن الخطوط الحمر. وقت اللي بسوريا قالوا اذا بتستعملوا الكيماوي بدنا نضرب، استعملوا الكيماوي وما ضربوا، بالاخر تراجعوا عن الخط الاحمر. وهيك شافوا كيف تتعامل امريكا مع ايران، شافوا كيف يعني الغرب كله انه بيلحق مصالحه وبالاخر عم يتراجع، ما عم بينفذ تهديداته. طيب فات على جزيرة القرم بال 2014 لان سوريا 2015 فات واخذها، وشاف انه رد الفعل الغربي والامريكي مش على قد، يعني لا يساوي ثمن هذه المنطقة الحيوية له بالنسبة للسلاح البحر اللي عنده. اجى اليوم يقول انه انا بما املك والغرب بحاجه لي، بحاجه لغازي وبحاجه لنفطي، وانتم جايين هلا اليوم بدكم تحطوا لي نظام، عاملين انتم نظام ديمقراطي باوكرانيا وبدكم تفوتوها على حلف الاطلسي
وبدكم تحطوا فيها سلاح نووي، لا، صار هذا خط احمر بالنسبه لي. يا اما تتركوا لي اياها لاوكرانيا او بدي فوت عليها. هو هذا الكلام منه جديد، وبلغوا هو للامريكان وبلغوا للفرنسوي وللالمان وبلغوا للكل، وكلهم كانوا عارفين انه هو فعلا بده ياخذها. هلا خطوره الموضوع وين؟ اذا كان الرئيس الروسي هو بخلفيه انه هو يريد ان يعيد احياء الحرب البارده، ويريد هو استعاده الاتحاد السوفيتي، الدول اللي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي اليوم ضمن الاتحاد الروسي، ويريد اعاده هندسه الامن في اوروبا، وهذا هدفه استراتيجي. بالتالي لن يتوقف عند حدود اوكرانيا من بعد ما يجتاحها ويغير النظام فيها ويصير النظام حليف لإله. من الممكن يعني انه ساعتها هو انه يرجع يتمدد على دول اخرى، وقادر الروسي مش بس على اوكرانيا، قادر هو على العديد من الدول انه يجتاحها كمان ويرجع يضمها لإله، في حال كان الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الاوروبيين والغربيين يعني كانوا مترددين بسياساتهم وبمواقفهم. اليوم اللي مبين يعني لا هذا الواقع، هذا الواقع عم تحكي، هذا هو مبلغ، هو منه شيء سر يعني. هو بوتين بلغ بايدن، ولافروف بلغوا لبلينكن، وبلغ ماكرون، وبلغوا المستشار الالماني، مبلغين كل العالم بهذا الموضوع. لا بس انه ما بتعرف شو معناتها يرجع يضم ست سبع دول على الاتحاد السوفيتي. هو ما عم بيقول بدي يضمهم، وما عم بيقول بدي يضمهم، هو عم بيقول الاتحاد السوفيتي. لا هو يرجع عم الامجاد. نعم امجاد الاتحاد السوفيتي. هو هاي الورقه يعني ما عم بيكشفها، بس هو اليوم وقت اللي بده يفوت على اوكرانيا من بعد ما اخذ بيلاروسيا بده يرجع يكفي على اوكرانيا، معناتها هو عم يعمل سياسه القضم دولي ورا دولي. هو اللي عم بيقوله انه انا كروسيا صرت تحت تهديد الناتو، وبالتالي انا بدي اعاده هندسه الامن استراتيجي بالقاره الاوروبيه. هذا الموضوع. طب ليش عطوه ذريعه؟ وبالتالي مش عطوه ذريعه، عطوه كل يعني هو الذرائع اللي هو بده ينطلق منها قدموا له اياها كلها. انه ليه؟ بالعكس، يمكن هن شايفين انه عم بيعملوا فخ هلا. إيه انا هون بدي اقول لك هيدي يعني عطوه ذرائع ام انه لا استدرجوه؟ ما هون يمكن يكون هو عملوا له فخ ووقعوه بهذا الفخ. بس بوتين من انه يستدرج يعني لقلك ما هي الحرب. ما ليش اليوم ما في حدا يوقف بوجه امريكا؟ ما عم امريكا فاتت على العراق وفاتت على افغانستان وفاتت على هذا اللي عم بيقوله الرئيس الروسي، وما تركت ولا محل، بس ممنوع حدا غيره. هذا اللي عم بيقوله الرئيس بوتين، حدا غيره ياخذ. هذا اللي عم بيقوله الرئيس بوتين، ياخذ كنوز العالم. انتم محل ما بدكم عم بتفوتوا وعم تعملوا مصالحكم، وبالتالي بس انا بدي اجي اعمل خطوه عم بتقوموا كلكم سوا علي وتحطوا عقوبات. بدون شك اليوم الامريكان بيقولوا يفكروا يعني ضمن استراتيجيتهم انه نحن اولا عسكريا رح نكبد القوات الروسيه خسائر هائله بهذا السلاح اللي عم نعطيه، وبهذه المساعدات والامكانات والدعم اللي عم نقدمه لاوكرانيا تحارب القوات الروسيه. في خسائر بدها تنحط، بشريه وغير بشريه. اثنين اقتصاديه طبعا اقتصاديه هائله. العقوبات الاقتصاديه والماليه الهائلة يلي بده يدفعوها للروس، هيدا برجع الروس والتكنولوجية، بيوقف نمو موسكو، وبيوقف إمكاناتها بتطوير ترسانة أسلحتها، لأنه ما بيعود معهم مصاري كفاية، لأنه هنيك ما بيفكروا مثل ما نحن بنفكر إنه ليش بدك تفوت على أوكرانيا وبيغلى سعر النفط وبيغلى سعر القمح وبصير في قتله، مش هيك بفكروا، بفكروا بمصالحهم. وبالتالي اليوم بوتين منطلق هو انه مثل ما الغرب ممكن هو يحط عقوبات علي ليخسرني، وانا كمان فيني حط عقوبات عليه وخسره. يعني اليوم لحد هلا بعدهم عم بيدرسوا، صار لهم 3 أشهر عم بيدرسوا الامريكان مع حلفائهم اذا العقوبات لازم تشمل قطاع النفط والغاز ولا لا. لانه اجاهم الاشاره القويه لانه يتضرر اوروبا اول شيء، لانه نص يعني الاحتياجات الامداد، نص احتياجات اوروبا من الغاز هي من الغاز الروسي.
وبالتالي شفنا ألمانيا نحن قبل ما تبلش الحرب قد ايه كانت ألمانيا عاملة بلوك انه ما لازم نكسر نهائيا مع الروسي، لانه ما بدها تتاثر لانه اكثر دوله هي ممكن تتاثر هن الالمان، لانه هن عندهم شراكه استراتيجيه. الالمان وحدهم يعني 50% 55% من احتياجات الالمان من روسيا. وبعدين في كثير تعاملات تجاريه بين البلدين، بس بعد ما بلشت الحرب شفنا انه قلبوا 180 درجه الالمان، وصاروا بدهم اشد العقوبات ينزلوها. طب ما وقفوا مع الحلف الاطلسي، وقفوا مع امريكا، وقفوا. نعم، بعتوا لاول مره بيبعتوا اسلحه لدوله نوعية يعني بالحرب أوكرانيا. اكيد وهذا، وحتى طلبوا انه يعني عقوبات شامله على، وهلا شفنا اليوم الاوروبيين زادوا العزل على روسيا من خلال انه منعوا الطيران الروسي ان كان تجاري ولا غير تجاري. يعني ركاب ولا شحن، وروسيا كثير بتعتمد على الطيران، ثلاث ارباع تنقلاتها هي على كل حال. روسيا هي دوله عظمى وعندها اكتفاء ذاتي ومش بالسهوله. ما نتصور نحن دوله عظمى مثل امريكا مع حلفاء ما قدروا هني على ايران، يعني العقوبات يلي عملوها على ايران وين وصلت؟ ما قدروا يعني يخلوا ايران تتخلى عن سياستها. بس هلا هيدا السويفت اللي عملوه وتعملوا وصلوا ل 80% من العقوبات. ما هو عاملين السويفت على ايران، عاملين السويفت على ايران، وما نفكر نحن يعني حالتها كانت شوي. وايران بالنسبه لروسيا ما بتشكل شيء، يعني دوله صغيره بالنسبه قياسا على روسيا. روسيا دوله عظمى كبيره، يعني ما رح تعمل شيء هالعقوبات، ما رح تعمل شيء هالعقوبات. مش على قد الارواح والدماء وعذابات الاطفال بالحرب. بدي احكي معك، انا كنت محلي بس ما شاء الله عليك يعني طلعت. لا لا لك، لانه هذا الموضوع، هيدي الحرب باوكرانيا هيدي بدها تغير النظام العالمي. يعني بوتين عم يجي اليوم بيقول هذا الواقع انا ما بقبل فيه، بدي غير هذا النظام العالمي، بده يرجعك على الحرب البارده، يعني نظام الحرب البارده. يعني في قطبين اساسيين، اي قطبين هن، ما هيك كنا عم نحكي، ما هيك بيقسموا العالم. ايه، وهون بيستفيدوا اثنيناتهم، حلفاء او ناس رح يكونوا مع روسيا ومع حلفائها. ما هون ونحن وين هون بلبنان؟ نحن خلص صرنا اجر هون برا على الهامش. شوف نحن مع الاسف هلا كل دوله بتروح، ما نحن مقسومين، نحن معهم محورين. كل دولة بالعادة بتروح، ايه يعني المانيا محورين. راحت مع الامريكان، لنقول مثلا اليابان عملت موقف، بس بيعملوا مواقف، عندهم سياسة خارجية موحدة وبيحكوا بكل اسم كل شعوبهم. نحن هون نحن ناس مع هيدا، يعني كان بعد ناقصنا انه هيدا ننقسم هيك بين هيدا المحور وهيدا المحور. يعني ما كان في ضرورة لهالبهدلة هاي اللي صارت، يعني التعامل بهيدي الخفة ما كان له لزوم. يعني ما حدا طالب منك انت تاخذ موقف مع هذه الدوله او ضد هذه الدوله. بس يقال اذا عم تحكي عن بيان وزاره الخارجيه، يقال انه السفاره الامريكيه طلبت هذا البيان. على كل حال خلينا نتوقف مع فاصل. انا طالبه يكون معنا مداخله من وزير الخارجيه بس لحتى نشوف رد، يعني تعليقه على موقف السفير الروسي. بس على كل حال انت اخذتنا على محل، صرنا عم نحس كل الاشياء هيدي الثانيه صغيره. خلينا نتوقف مع فاصل، ومن بعده رح نفوت على المحليات. مشاهدينا فاصل وبنرجع لكم. نعود مشاهدينا الى متابعه هذه الحلقه. بدي جدد ترحيبي باستاذ جورج سولاج، رئيس تحرير جريده الجمهوريه. واسمح لي استاذ جورج، انضم لنا مدير عام الحبوب والشمندر السكري استاذ جريس بربيري. مساء الخير استاذ جريس. يسعد مساكم، اهلا وسهلا. طبعا احنا يعني سمعناك بالايام الماضيه وحديثك عن القمح، اليوم الجديد انه وقعت الحرب، وقعت الحرب وبلشت تتوسع وبلشت كل الموانئ تتأثر. وسمعنا وزير الاقتصاد من قصر بعبدة عم يعلن انه طلبت وزارة الاقتصاد سلفة مالية
ما عدنا عرفنا قديش بالضبط، لانه شوي هلا بركي انت بتقلنا اياها، من كرمال يعملوا احتياطي قمح بلبنان، لانه نحن عندنا الاهرامات اصلا ما في اهرامات، وعندنا من الاساس عندنا مشكله، باردون الاهراءات هني مثل من الاساس عندنا مشكله. ف شو واقع القمح اليوم بلبنان؟ نحن مقبلون على ازمه قمح، وإذا أنتم كنتوا بدكم تستوردوا هلا القمح أو عم بتوصوا على شحنات قمح، حكي الوزير بالقصر إنه بده يبلش التواصل مع الهند، مع أمريكا ومع كندا، ونحن بنعرف إنه مسافات كتير بعيدة مع هالدول الثلاثة لحتى يقدر يوصلنا القمح منهم، يعني يمكن تاخد شهر لشهر ونص. بينما القمح اللي بي 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 بيراعي المواصفات اللبنانية هو يمكن الارجنتين وفرنسا، ما بعرف شو فيك تقلنا عنهم، وشو خطتكم، يعني خطه الامن الغذائي خصوصا بمخزون القمح. اي ما مشكله، نحن بدنا نروح على هالخيار، نحن مرغمين. مثل ما قلتي انه الاهراءات مش موجوده، كانت تخزن 120 الف طن من القمح. كانوا يقدونا حوالي 4 أشهر، زائد شو في بالمطاحن حوالي شهر شهر ونص، معناتها بين 5 و6 أشهر كان المخزون تبعنا. رجعنا قلنا انه هاوي اللي بالمطاحن السعر التخزينيه تبعهم 60-70 ألف، كمان بيضاينونا شهر شهر ونص على ابعد تقدير اذا شدينا زنار واذا عملنا اداره حكينا لها. فمن هون بنقول بكره غدا يوم اخر، لانه نهار الجمعه ذكرتي انه اجت السلفه، هي من مهام المديريه العامه للحبوب والشمندر السكري، هي تعمل صفقات وتشتري القمح دغري باسرع وقت ممكن بحمايه الامن الغذائي. قديش هي السلفه؟ وصلنا هالسلفه اللي هي تقدر يعني على لبنان قديش السلفه؟ 500 في 24 25 مليون دولار 24 25 مليون دولار. هي يلي بتقدر تشتري فيهم على شهر. لا اعطيك حسابات بسيطه، نحن استهلاكنا من القمح شهريا حوالي 50 ألف طن. 50 ألف منطحة منهم 35 ألف للخبز العربي و15 للخبز البقي للكرواسون والكعك وغيره. فنحن إذا أجى 50 ألف رح نعمل لهم إدارة، يمكن ناخذهم كلهم للخبز العربي. حاليا وصل السعر يعني يلامس ال 400 دولار بالطن بالاسابيع بالاسبوع الماضي. بس صارت الازمه كان عم بيطلع سعر القمح عرض وطلب وبورصه عالميه، ضل يفز. من سنتين كان 220، السنه الماضيه 310 الافرج، هلا السنه 360، وصل على 390 وفز ال 400 ورجع نزل. هلا كان عم بيكون امبارح 370 قبل الازمه، بس صارت الازمه كل شيء رجعت. يعني حتى النقل بسبب الريسك، مخاطر الطريق والقمح عليها طلب زيادة. كل العالم عم تعمل أمن غذائي، كل الدول، معظم الدول العربية اللي كان عندها كمان عم تطلب زيادة مشان المخزونة، ففي عليها طلب. صار بتصور بكرة بنعرف، لأنه اليوم الأحد لنتواصل معهم بكرة، بتصور فز الأربعمية. بده يجيك كلفة نقل كمان، وبيجي بس يوصل على بور بيروت في عنا تكاليف لوجستية بين نقل وأخذه على المطاحن ونقله من هون لهون. عملنا حساباتنا أنه مش أقل من 450 إلى 500 دولار سعر الطن. 500 ضرب 50 50 ألف، بيطلعوا 25 مليون. يعني هذا توب لاين، أنه في حال إلا إذا لا سمح الله بكرة قالوا لك الأسعار فزت بين الليل وضحاها، صار حقه بيعرضوا 500 دولار، شو نعمل؟ يعني بدنا نصير نجيب بهالمصريات مش 50 ألف، شي 40 ألف. يعني عنا هالسلفي يلي اخذناها لنشتري فيها قمح، بكره بس يجوا الابحاد منبيعهم للمطاحن بنرجع بنرد السلفي للدوله. طب قديش في احتياط قمح هلا بلبنان؟ نحن يعني قلت لك في حوالي 60 ألف، 50-60 ألف عم نشتغل فيهم. كان كل ما اذا يعني بدي شهر كل يومين ثلاثه احتياطنا شهر، عم يطحنوا كل يوم كذا الف للخبز العربي، عم ينطحن منهم يعني 60 ألف، عم ينقصوا كل يوم شوي، عم ينطحن منهم للخبز العربي. معقول تاخذوا قرار هلا انه خلص بس تتركوهم للخبز العربي؟
نحن نطرح هذه الفكره وان شاء الله تتطور. اذا مش الحال وما كان في ازمه يعني بمعنى انه لقينا قمح وتسهلت الامور فليكن، اذا لا ولا ايه في فكره انه معلش بده يسيرون العالم انه ما ياكلوا جاتو كرواسون التي احسن، بدنا ناكل خبز عربي. يعني هونيك صارت اسعاره نار، الكرواسون والكعك والهيدا صارت اسعاره نار. هلا ديجا نار، هلا ديجا نار اساس. يعني نحن ما عم نعمل تسعيره، ما عم نعمل تسعير عليه، والكرواسون بتعرفي من فوق 10-15 ألف طلوع يعني. فلأنه النوعية، مش لأنه في الطحين في عدة جريدز، عدة نوعيات. إيه بس هني كانوا يستعملوا من القمح المدعوم، كانوا يحطوه بالكعك وبالكرواسون وبغيره. يعني هلا معناتها انه ما عادش تعطون قمح لهال. وهذا مش ملزم. صار في أمن غذائي، في حميد، في حماية الغذائي. هلا صار فينا يعني ايه بدنا نشد الزنار شوي، بدنا ندير الأزمة. يعني عم يسألك استاذ جورج، هيدا مش من التهريب هيدا؟ لا أي تهريب، نحن عم نجيب القمح عبر المطاحن، المطاحن عم بتقدم طلب على مصرف لبنان، عم نوافق لهم حسب الكمية والكوتا الشهرية، عم يدعم لهم إياها وعم بيجيبوا القمح كله مدعوم. القمح شو بيطلع منه؟ عم بيطلع منه خيري، بيطلع منه 50 ألف هن حاجة لبنان مع التهريب؟ صح؟ يعني بدك تقصد هلا التهريب، نحن بيقولوا في تهريب، ما اشتغلتي على التهريب، نحن ما عندنا كنترول على الحدود، في اجهزه خصوصي لها هي اللي بتقول، بس انه ما عندي اي معلومه انه والله عم يتهرب 5 او 10 او 20 او 3000، ما عندي معلومه. تراجعنا، تواصلنا مع بعض الاجهزه، قال بدك تكتب طلب رسمي لنخبركم اذا صار في تهريب. في عندهم هن مراجعهم، بيروحوا نيابه عامه، بيعملوا محاكم، بس نحن ما عم نكون بالصورة إلا بنعرف شيء جزء يسير. قديش التهريب؟ ما عندي فكرة قديش كمية التهريب. لحظة أستاذ لو سمحت، بسوريا الطحين والقمح ماني خبير. أي بس أنا قصدي أنه يلا كان البنزين، بس نعرف كل شيء مدعوم، كل شيء مدعوم بيتهرب، كل شيء مدعوم عم بيتهرب. أي أوكي. طب أستاذ جريس، طلبتوا 25 مليون دولار، عم تحكي هلأ عنا 60 ألف لحتى نرجع هيك نحدد الاشياء، لانه هيدا موضوع يعني هيدي كان من يوم 60، كل يوم بده ينقصوا شوي، بعد بكره يومين ثلاثه بصيروا 50، بعد بكره بصيروا 40. لذلك عندنا هالاسبوع حاسم بدنا نكون قطعنا شوط، مأمنين حالكم صرتوا البديل. ايه هلا ما عندكم شيء جاي على الطريق؟ يعني ما في شيء جاي على الطريق؟ ما في شحنات صارت تواصل؟ هلا كان في هلا بدكم تطلبوا بنهارة. لا كان في بواخر عم تحمل بنهارها، وبس صار القصف على الموانئ توقفت، مش هي، لانه قالوا لي بلغوني فيها المطاحن انه شحناتنا اللي كانت عم بتعبي وقفت، تاخرت شوي، ما بتتاخر بيرجع بتمشي، ما بعرف قديش بدها وقت. ما رح ننطر نحن لحتى بعد اسبوع بتمشي، او بدي نشتغل بطريقه نلاقي بديل، يعني بدنا نلاقي مصدر على اسرع وقت ممكن. طب حتى الناس ما تروح تركض هلا على الخبز وتخزن، نحن عم بدنا لحتى يعني ما نخوفون، نحن عنا بالقليله عم بتقول لهم انه نحن عنا اسبوعين ثلاث اسابيع صار ما فيك تخزن الخبز كثير. عم نقول شهر عنا شهر نحن مأمنين الخبز فيه، يعني بعد طبع. الشهر اذا بدكم تخافوا من بعد الشهر، اذا مع اداره شوي، مع اداره بس بيضايلنا، قلت لك بفز يعني اكثر من شهر نقدر نوصل لشهر ونص. بس نحن يعني الاتصالات كانت قبل ما تصير الازمه، تواصلنا نحن وعدد من الجهات المختصه، نحكى مع ال WFP World Food Program، وكانوا الامريكان عبر ال WFP حابين يعملوا شيء مع القمح، القمح الامريكاني. الهند كذلك هلا مش وقت يحبوا، وقت يعملوا هلا خلص صارت بدها تصير جديه. اوكي نحن حابين نجيب، مين بيعطينا؟ اهلا وسهلا. هبه إذا بيعطوا هبة يعطوا هبة، إذا بدهم يبيعوا. لأن كان الوزير عم بيقول إنه بده يدق أبواب كل العالم لحتى يشوف ياخذ هبات. صح. وين فينا؟ أنا بتصور مثل ما جابوا الهبة العراقية، الطحين العراقي السنة الماضية، بتصور يمكن يكون نوع من الهبة. صح. إيه بس أستاذ جريس، الناس كلها سألت عن الخبز العربي اللبناني اللي هو ما في له بديل بالعالم، يعني الخبز اللبناني ما بينعمل إلا بلبنان. كل خبز، الخبز العراقي المصري كله مختلف تماما، واصلا كان عم يحكي الوزير عن هيدا الموضوع انه له معايير خاصه رغيف الخبز اللبناني. يعني انت اذا عم تجيب له قمح مختلف بمعايير مختلفه ما بياثر على جوده الرغيف؟ نحن عندنا مواصفات، مش رح يجي مختلف، في عندنا سبيكس معينين، في دفتر شروط،
بدنا بهالبروتين بهالطراوي بهال. عندنا قمح قاسي بلبنان 50,000 طن بيطلع بالسنه، بس ما بينعمل خبز لبناني فيه لانه من النوع القاسي، ما بدنا قمح طري بطراوي معينه بقساوي معينه بطوب معينه ببروتين معين. عندنا دفتر شروط بهذا بدنا نشتغل حسب القوانين وحسب التاريخ شو بيقول عندنا من زمان وجاي من هلا كيف نستوي وكيف بيجيبونا المطاحن. هلا في القمح الفرنساوي كمان جودي عالي، وفي بكندا وفي باستراليا كمان جودي عالي، وبالارجنتين مثل ما قلتي وبامريكا في، بس بالشغل في روسيا في روسيا يعني غالي كثير الخبز راح يصير. لا نحن بدنا نجيب الباجيت اكثر بالخبز الاجنبي الفرنساوي يعني. في كمان لا مثل ما عندنا نحن جريتس يعني، في عندنا خبز بينعمل فيه خبز عربي بيطلع شوي بينعمل فيه منقوشي، بيطلع اعلى شوي بينعمل فيه كروسون، بيطلع اعلى شوي مش جاتو، هني هودي على المنخل بقى بيبقى هودي فئات معينه. بفرنسا نفس الشيء يعني، مش انه كل الطحن انت بتتصوري انه طحن القمح تطلع بنفس المقاس، لا في جريتس في قياسات معينة يعني، كل ما نعم كل ما بيصير شو بدي احسن واصل حلوين. فنحن الخبز العربي بس بدي اساله للاستاذ برباري. تفضل. يعطيك العافيه استاذ برباري. الله يعافيك. يعني بموضوع القمح تما نخوف الناس، هذا اكيد راح يصير في طلب متزايد على القمح بكل دول العالم، ولكن ما حدا راح يموت من انه ما في قمح. نحن مشكلتنا هي القمح، ما في دول نجيب منه قمح، ولا ما معنا مصاري نشتري القمح؟ هذا السؤال لو سمحت. يعني انت اكيد انه راح يعطيكم ال 25 مليون الحاكم، لانه طلعت لا مش الجمعة الماضي كان في ست بواخر فتح لباخرتين اعتماد لباخرتين يعني، انتوا اكيدين انه هو 25 مليون رح يفتح لكم اياهم الاعتماد؟ عم يدعم كان القطاع الخاص عم يدعم المطاحن، بتصور بسياسه الحكومه هو ملزم يدعم الدوله اكثر من القطاع الخاص. هيدا امن غذائي ما بيلعب فيه، ما فينا نحن والله نقول له للعالم ولا للدول اللي بدنا نشتري منها قال له طولوا بالكم ليقلبنا مصر المال. لازم تكون قصه سريعه، راح ننسق نحن وياه. الجمعة الماضي لو ما تدخل الوزير كان بعده يعني عم يدرسها، هو بيعرف قديش حساباته وقديش مصرياته. حل قسم من المشكله حول له المصاري، بس بتصور على الصعيد نحن يلي بدها تشتري الحكومه وبدها تشتري المديريه بتصور راح يكون اسرع واسرع واسرع. طب استاذ انا عندي بكرة. بس بعد بكره شو؟ طب بتتواصل بكره نهار، بكره نهار حفل رح نبلش اتصالات نحن ومصرف لبنان ونحن والشركات برا. عندنا لوائح بالشركات وعندنا كل الدول يلي عرضت رح نبلش نتواصل نحن وياهم. بدنا نبلش نستشف اسعار قديش الكلفه واصله، قديش بيقدر مين بيعطينا باسرع وقت باقل وقت ممكن لحتى يبلش يوصل القمح لعنا خلال ما بعرف اسبوع اقل من اسبوع 10 ايام هيك شيء. طيب بس عندي سؤال اخير لإلك. اول شيء ليش الطحين عم ينفقد من السوبر ماركت؟ ليه ما عم بيكونوا حتى الاكياس هول الصغار مش عم بيكونوا موجودين؟ هل بلشنا نرجع نخبيهم ورجعنا للعبه الاحتكار وللعبه السوبر ماركت والتجار ال يعني هيدي هيدي برسم مدير عام الاقتصاد مدير عام الاقتصاد عم بينفقد بلكي العالم. انا بتصور انه العالم بتعرف اللبناني دغري بحياة الأزمة بيروح بيفضر فوق بيخزن ببيوته بيخزن كسبه، يمكن عم ياخذوا بيقول لك اذا بدل اذا انفقد الخبز او انفقد الطحين ببلشوا يعملوا شويه منقوشه شويه جاتو شويه كذا ببيتهم. ما بتصور انه لازم نخوف الناس، لا المشكله عم نحلها وماشيين بحلها. يمكن تخوفوا شوي راحوا صاحبوهم اشتروا اكثر من اللازم، ويمكن اذا عم بتقولي لي السوبر ماركت هن اللي احتكروا هيدي بكره بحمايه المستهلك وبالمديريه اللي عم بيعملوا كبسات عليهم. طب استاذ اذا كان نحن عندنا من اوكرانيا كان بدها 5 سنين الشحنه لتوصل شحنه القمح على لبنان، عم تحكي بامريكا وعم تحكي ببلدان يعني بامريكا بدها شهر ونص بحسب المعلومات. انه طب هلا لازم تكونوا عم تطلبوا. نحن من هلا عمل لك بدنا نطلب من بكره يعني بكره الثنين رح نبلش اتصالاتنا. ما بتصور بدها شهر ونص، يمكن 15 20 يوم يعني. من كندا يمكن لانه في برم شوي اكثر بتصير بدها شهر. من فرنسا يمكن اقل بتكون بدها جمعه. ارجنتين كمان رح تطلبوا منا الارجنتين؟
اذا عندهم سعر مناسب والمواصفات اللي بدنا اياها موجوده عندهم واسعار منيحه، يمكن نلاقي مثلا بتقولي لي بالارجنتين سعر اكس يمكن بفرنسا نفسه. السفير كازاخستاني عم بيقول استاذ جورج انه كازاخستان عارض عليكم وما عم تردوا على السفير، مش ليه؟ مش عليه هو، على الدوله. لا بالعكس، كنا نشتري من كازاخستان، يعني انا خبروني بالمديريه اللي قبلي انه كانوا يشتروا من كازاخستان، وانا بتمنى اذا السفير بكره كمان رح اتواصل معه كنا نشتري منه لكازاخستان، نرجع بنقول لهم يعطونا سعر ولا يهم، ما في مشكله، ما عندنا لا مشكله مع حدا ولا عندنا الشحن... خيول على حدا. استاذ جوريس، الشحن اللي زاد 23% بالعالم اللي رح تشحنوا فيه هلا القمح، معناتها انه تلقائيا في ارتفاع لسعر ربطه الخبز، يعني قد ما تكون يعني مدعومه، عم تحكي ب 23% ارتفاع لاسعار الشحن، هيدا مين بده يدفع؟ مين بده يدفع هالكلفه؟ كله بحسابه، ونحن مثل عم بقول لك انه يمكن يكون غلي القمح والنقل مثل عم تقولي غلي كمان 23 25%، بس نحن مرغمين لانه ما عندنا اغراءات، لو عندنا مخزون كنا هالاربع اشهر يلي حكيتك فيهم من قبل انه كان مخزون على اربع اشهر كنا بناخذ وقتنا، ما عندنا ترف الوقت ولكجري ونخطط ونعمل بلانز لقدام وراء، نحن بظرف استثنائي، نحن ملزمين لانه ما عندنا هال رياحه بالشغل، ظرف استثنائي، لو بدنا نضطر اغلى شوي بدنا نشتري، بس لحتى في عالم عندنا بدها تاكل شو اكيد. أكيد لأنه إذا صار نوع من التأخير كفي إذا صار نوع من التأخير بيصير في أزمة أكثر، بيصير العالم تصطف مثل طوابير البنزين وطوابير السوبر ماركت وطوابير ما بعرف الغاز وطوابير، لا نحن الحمد لله عم أقول لك الأزمة نحن عم نشتغل عليها بحلها، عم بشتغل كرايسيس مانجمنت، أنا إدارة أزمة ماني مخطط من قبل وبعد وكذا، لأنه إدارة أزمة طوابير ما بدناش نرجع أبداً ما بدناش ننقذ الناس، عم نشتغل لا 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 انا عم بقول لك طول ما انا بالمسؤوليه عم نعمل هالطريقه ما نصفهم بالطوابير، صار لي من وقت بالمسؤوليه لا العالم شفتيها اصطفت على الفران ولا اصطفت، صاروا كل ما بدهم يهجموا يعني هن الناس بتروح بتهجم، بصير بدل ما ياخذ ربطه وربطتين حاجته بصير ياخذ 20 ربطه بيخربوا الخبز وبيكبوه، بس انه مهم انه جابوا 20 ربطه ست لين، الناس ما بتنلام، حر المواطن اللبناني ياخذ ربطه ولا ياخذ خمس ربطات ولا 10 ربطات، ما عم ياخذ من درب حدا، عم ياخذ انا اذا حاجتي بالنهار ربطتين ليش بدي اروح اجيب 20 ربطه؟ 20 ربطه ما حدا رح يجيب 20 ربطه، عم بيجيبوا صورناهم وصورنا خلالهم، حق الناس هي تشتري يلي هي بحاجه له، ولكن الحق على الدوله يلي هي ما بتدارك الامور قبل بوقت، ليش بتترك حالها لاخر دقيقه لتعمل الـ يعني العقود يلي تأمن فيها حاجات الناس الأساسية، مش مسموح حاجات الناس الأساسية تكون محطوطة مثل سيف على رقاب الناس، ما بصير هالكلام هذا، ساعة بالنفط وساعة ساعة بالمصاري، أنا ما عم بحكي على أساس برباري، أساس برباري أنت ما خصك، مش عندك المشكلة، نحن عم نحكي على الدولة كلها، عم نحكي على الإهمال يلي ضارب الدولة ومعشعش فيها. بدي تشكرك استاذ جوريس برباري، يعطيك الف عافيه استاذ برباري، وبكره مثل ما قلت بكره يوم خليه، يعني رح تتحولوا لخليه لحتى تامنوا كل هذه العقود وتامنوا كل الحاجات، من هلا الاسبوع الجاي رح يكون مثل خليه نحل وشغل ان شاء الله، ان شاء الله ما بيكون في قلت لك شكرا، ان شاء الله ما يصير، نحن عم نطمن الناس ما حتى يصير في حاله قلع ولا بطل يهجموا ياخذوا زياده على مهني، يخلوهم ماشيين مثل مهني، والازمه اول باول ما في مشكله طول ما في هلا ماشي هيك، واذا لقينا خلص ما بتصور رح يصير في هلا هالتهافت وهالمشكله لا ابدا. يعطيك الف عافيه مدير عام الحبوب وشمندر السكري استاذ جوريس برباري، وبنرجع نناشد المواطنين ما تركضوا على الخبز وعلى، لانه في حلول دائما، في حلول يعني الله ما بيقطع فينا اصلا، لبنان هيك دائما على طول، على كل حال في عندهم يعني وزير الاقتصاد حكي هذيك اليوم انه عنده للحالات الطارئه، اذا في حال صار في مشكله ممكن يجيب طحين من تركيا مؤقتا، لكن وجابوا القمح، بس ما في مشكله رح يجيبوا القمح وما يخافوا الناس، ما في لزوم يخافوا الناس. طب استاذ جورج انا بدي فوت معك على الموضوع المحلي، بس بنقدر ناخذ فرد مره الباسبورات ونرجع بنحكي؟ اكيد نوم. اكيد جاهز الكولونيل معنا؟ طيب استاذ جورج
عندك رجعت الهواجس من تأجيل الانتخابات النيابية، لأنه رجعنا هلأ بهالكم ساعة، حتى ما نقول كم يوم، لأنه كانت كل أصلا ما في حماس بالمكانات الانتخابية، ما في حدا بعد 15 واحد هن فقط اللي متقدمين بترشيحاتهم عندنا ل 15 آذار. شو شايف في انتخابات؟ هيدي ما لها علاقة في انتخابات ولا ما في انتخابات. خلينا نقول بالأول تنطر تحالفات، خلينا بالأول نحط نحن أنه هل القوى الحاكمة، ما بقول القوى السياسية لأنه في قوى سياسية بالمعارضة، في قوى سياسية تارك الحكم صار لها 10 سنين منا شريكة بالمحاصصات، القوى المتحاصصة من سنوات بالحكم، هل لها مصلحة تصير الانتخابات ولا ما لها مصلحة تصير الانتخابات؟ بغض النظر عن شو بيقولوا هن بالإعلام، شو بيحاولوا يفرجوا للناس انه هن مرتاحين على وضعهم والى اخره، بس هن كلهم بيعرفوا ما اقترفت ايديهم. اليوم سياساتهم دمرت البلد، تسوياتهم دمرت البلد، اتفاقاتهم محاصصاتهم هدرهم جوعوا الناس، جوعوا الناس، وخايفين هن اليوم الناس تحاسبهم، خايفين من يوم الحساب في صناديق الاقتراع. وبالتالي ولو كانت القوى اللي سمت حالها ثورية أو مجتمع مدني، لو قدروا يطلعوا ببرنامج موحد ويعملوا لوائح موحدة ويكون في عندهم مشروع سياسي واضح للتغيير بلبنان، أكيد كان بصناديق الاقتراع صار في يعني أصوات الناس كانت كالقنابل دوت بصناديق الاقتراع. ولكن مع تشتت قوى المجتمع المدني وقوى ثورة، وما في ثورة بالأساس يعني قوى الحراك خلينا نسميهم، وكثير من الناس يلي اجوا هبطوا على هالثورة وبدهم ياخذوا من يلبسوا ثوب الثورة اللي يفوتوا على الانتخابات وما قدروا يكونوا هني بديل. وتا بصراحة يعني تنحكيها مرة لكل مرات، مش كل القوى السياسية هي ما بتسوى، بالقوى السياسية في ناس محترمين وفي ناس بيعرفوا يشتغلوا وفي ناس ما بيعرفوا يشتغلوا أو ما بدهم يشتغلوا بالطريقة الصحيحة، كما وأنه بالثورة والمجتمع المدني كما وبالمجتمع اللبناني ككل في ناس بيشتغلوا صح وفي ناس ما بيشتغلوا صح، يعني في ناس منيح وناس مش منيح. إذن التعميم هو تعميم خاطئ إن كان على القوى السياسية وإن كان على قوى المجتمع المدني أو الحراك. وبالتالي هذه القوى اليوم يلي هي موجودة بالحكم ومتشاركة بالحكم، على رغم أنه هني بيختلفوا بين بعضهم وبيتخانقوا بين بعضهم، ولكن ما في حدا منهم مستقتل ليعمل انتخابات لأنه عارف هو شو عامل. بس ما بيقدر يعطلوا انتخابات. هلأ بيقدروا يعطلوا الانتخابات، بلا بيقدروا يعطلوا الانتخابات، ولكن هني بيعملوا حساب بأي ثمن، بأي ثمن. الواضح اليوم أنه الثمن هو ثمن كبير ومش قادرين يحملوه، لأنه في ضغط من المجتمع الدولي لإجراء هذه الانتخابات. ولو كانت الانتخابات ما بتغير، في ضغط حقيقي وفي أكثر من تهديد وما مبين أنه قادرين يحملوا هني ثمن تعطيل هذه الانتخابات. وبالآخر يعني رح يكونوا بمواجهة مع المجتمع الدولي، هني يعني هني يتحينوا أي فرصة أي إمكانية بيقدروا هني يعطلوا فيها الانتخابات، ما رح يأثروا. إذن تعطيل الانتخابات بيبقى هو خيار من الخيارات في حال وجدوا منفذ لألهم. لحد اليوم ما عم يقدروا يلاقوا منفذ لألهم. في حكي مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي هلأ انه ممكن من خلال مثلا الميجا سنتر يجي يقولوا انه لأسباب تقنية ولا نقدر نحن يعني نحس مع الناس ونأمن كل الناس تقدر تصوت محل ما هي موجودة وإلى آخره، بدون ما تحط تكاليف البنزين تكاليف وبدون ما يندفع على مصاري، إنه ما لحقنا المهلة من الآن وحتى إجراء انتخابات هي مهلة غير كافية لإنشاء مراكز الميجا سنتر، وبالتالي بنعمل تأجيل تقني. هذا الموضوع منه بهذه البساطة، وإن كان في محاولات لهذا الموضوع. بدي أرجع الموضوع الميجا سنتر، يعني كمان له كلفة أصلا. نعم. وهلا حضرتك عم تريلي على ال 15 انه في 15 مرشح فقط ترشيح فقط سجلوا، ما هو اول شيء بينطروا كلهم يعني لاخر يوم
او اخر اسبوع ليقدموا ترشيحاتهم. اصلا تحالفات بعد ما كتير واضحه بعدين يعني هذا قانون الانتخاب، هذا قانون يعني غير عادل وغير تمثيلي وغير حضاري، وهذا يعني مش موجود منه. كان على اساس هو اول خطوه باتجاه الدائره الوحده وبعده مثل ما هو، واعتقد انه هاي اخر انتخابات ممكن يصير على هذا القانون. اليوم شو عم بصير؟ اليوم ما عم بتلاقي مرشحين يفوتوا على اللوائح. يعني اذا لائحه تنفترض اليوم قضاء او تنفترض دائره انتخابيه فيها 10 مقاعد، طيب بيجي واحد بيقول لك انا عندي حاصل واحد، يعني واحد رح يطلع عنده، رح ياخذ نايب واحد، وبالتالي 9 الاخرين انه انا شو عم بعمل؟ انا عم حط مصاري وبهدل حالي وبدي انزل على الانتخابات، وعارف انا حكما انه انا رح اسقط بهذه الانتخابات، ما عم بيقدروا يجيبوا مرشحين. هيدي مشكله كثير كبيره. هاي مشكله كبيره. صار معنا الرائد مارك العظم، مدير مكتب المدير العام للأمن العام. كولونيل، مساء الخير ست ليندا. مساء الخير. مساء الخير ويعطيكم العافية. يعني شفنا البيان اللي طلعتوه واللي حكيتوا، عددتوا فيه قديش في باسبورات، قديش عملتوا باسبورات بهيدا. يا ريت تقدر كمان ترجع هيك بشكل سريع تقلنا من وقت بلشت أزمة الباسبورات لليوم شو اللي صار، وليش اليوم من بعد ما عملتوا المنصة ومن بعد ما الناس كانت عم تقول ان هي عم تتبهدل قدام مراكز الامن العام لانه كانت عم تنطر كتير بالساعات وعم يجوا من الفجر، كمان عملتوا منصة وكمان بعد مش عاجب الناس لانه عم تعطوهم مواعيد كتير بعيدة. شو المشاكل التقنية لهلأ، وهل المنصة قدرت من وقت ما انطلقت ان يعني تبلشت ترجلج هذه المشاكل، بلشت تحط الموضوع اخذ الباسبور على السكه الصحيحه؟ ست ليندا، اول شيء مثل ما تفضلت حضرتك وقلتي، البيان اللي صدر اليوم عن الامن العام عمل مثل سرد مقتضب للواقع اللي عم نعينيه نحن من سنتين لليوم. يعني اليوم الضغط على طلبات جوازات السفر من سنتين لليوم كانت غير متوقعه، ما كانت شبيهه ابدا للسنين السابقه. يعني نحن اذا كنا اليوم عم نعمل اضعاف 7-8 اضعاف جوازات السفر اللي كنا عم نعملها من سنه وسنتين وقبل لورا. فقبل ما ننشا المنصه عملنا كذا اجراء تنظيمي لنقدر ننظم دخول الناس على مراكز الامن العام. يعني مثل ما شاف الاعلام وشاف كل الناس، كان المشهد غير لائق، كان المشهد غير حضاري. العالم عم تجي من منتصف الليل او من ساعات الفجر الاولى لا يصير عندها فرصه تقدر تقدم طلب جواز سفر. فالضغط كان كثير كبير، علما انه الامن العام مثل ما حضرتك بتعرفي اول ما استلم اللواء عباس ابراهيم مهام قياده الامن العام زاد انتشار الامن العام بطريقه كبيره. يعني اليوم الامن العام صار تقريبا فوق ال 50 مركز اقليمي منتشر على كل الاراضي اللبنانيه، وهو المراكز موجوده لتخدم الناس. بس والله كل جمعه يفتتح مركز. الحمد لله الحمد لله. رغم كل التحديات لانه بتعرف حضرتك امكانيات الدوله الماليه اليوم شوي منا كافيه ان نقدر نقوم، بس الحمد لله بمجهود شخصي منه قدرنا نوصل للانجازات اللي عملناها. بس ست ليندا شهدت هالمراكز ضغط كبير، حتى المراكز البعيده والمراكز بالمناطق الساحليه كان فيها اقبال كثيف على طلبات جوازات السفر. جربنا نعمل اجراءات تنظيميه على امل انه هذا الضغط يخف مع الوقت، لان احنا معودين بالصيفيه او على اعياد او بمواسم الزيارات الدينيه بزيد الضغط على طلبات جوازات السفر، بس هالمره بقى الضغط متواصل على مدار السنه وعلى ازدياد يومي. فوصولا لانه نحن اطلقنا شيء اسمه المنصه الالكترونيه دوره انه العالم ما بقى تتعذب، ما بقى تضيع وقت لتقدر تحصل على جواز سفرها. المنصه هي لتنظم وصول الناس من بيته، صاحب العلاقه بيقدر يدخل على المنصه ويحجز موعد له باي مركز من مراكز الامن العام وفق نطاق سكنه او محل ايده. بس عم تعطوا مواعيد كولونيل لحزيران وتموز، خوتين الناس انه بدهم يعملوا باسبور، عم بيكون في شهرين ثلاثه للموعد لحتى يقدر ياخده. واذا حدا كثير مستعجل، في منهم بيقولوا لك انه عندنا سفر، في منهم بيقولوا لك. بس انا كمان لفتني بالبيان كولونيل انه قلتوا انه كان في 20,000 مواطن استحصلوا على جوازات سفر بينتهي جواز السفر تبعولهم بعد سنتين، ليش قبلتوا تعملوا لهم جوازات؟ قلت لي ده احنا ما كنا حاطين ابدا قيود على جوازات السفر على الطلبات وبالاخر المطاف.
هيدي حقوق لاصحاب العلاقه واللبنانيين اللي يستحصلوا على جواز سفر او يبدلوا جواز سفر، بس هيدي وفق الظروف الطبيعيه العاديه. بس اليوم اللي صار انه عم تقولي حضرتك المنصه انه بلشت المواعيد عم تتاخر وثلاث اربع اشهر لقدام. نحن اليوم بالرغم من انه عندنا 50 مركز، بس ما بدنا ننسى الامكانيات التقنيه اللي موجوده عندنا بالامن العام او بالدوله ككل. يعني ما عندنا نظام بعد الاي جوفرمنت اللي بيسهل معاملات الناس وين ما كان. النظام الامكانيات التقنيه اللي عندنا اياها ان كان من التجهيزات او البرامج اللي عندنا اياها ما بتتحمل ضغط اكثر من الضغط المنظم والمحدد ضمن الكوتا. يعني نحن اول ما انعمل النظام كان المعدل اليومي بيتراوح بين 800 و1200 1300 جواز سفر بالنهار. على هذا الاساس انعمل النظام، بس دائما بتاخذ بعين الاعتبار الزيادات اللي ممكن تطرق وبتعمليه ضرب اثنين، بس مستحيل النظام والتجهيزات اللي موجوده تقدر تلبي طلبات اضعاف 6 7 اضعاف زياده او ضرب 8 مرات. فمشان هيك حددنا هالكوتا وفق الامكانيات الانجاز اليومي. كمان ما فينا نستقبل طلب صاحب العلاقه ونسلمه اياه بعد شهرين وثلاثه، لانه بنفس النهار استقبلنا 10,000 طلب جواز سفر. طب قديش كلفه الباسبور اليوم عليكم؟ هذا الموضوع يعني يعني ما عندي ارقام دقيقه، لانه الموضوع متعلق بالماليه العامه. بس اكيد باكد لك انه الرسم الحالي حتى جديد اللي راح نباشر فيه، راح نباشر باستيفاء الرسم الجديد اعتبارا من صباح الغد، اقل بكثير من صباح الغد بتبلشوا 600,000 على الخمسه ومليون و200 على 10 سنين ومليون وما بقى في سنه. صحيح. ايه تفضل. قديش اكيد قديش الكلفه؟ اكيد اللي باكد لك ما معي رقم دقيق، بس باكد لك انه اليوم السعر اللي عم ينباع فيه جواز سفر اقل بكثير من كلفته الفعليه. الدوله عم تتحمل جزء كبير والمواطن عم يتحمل جزء صغير من هذا الفرق. طب هل صحيح انه تاخر اليوم الباسبورات كان سببها انه ما في ميزانيه؟ يعني كانت الامن العام ما عنده بقى مصاري يطبع باسبورات؟ اول شيء ست ليندا، الامن العام مش هو اللي بيكون عنده مصاري لتطبع باسبورات. الامن العام بالنتيجه هو اداره تابعه لسلطه وصايه، وفي اجهزه رقابه وسلطات رقابه. المال مش عند الامن العام، الامن العام هو بيطرح انه بحاجه لجوازات سفر، بحضر الاجراءات بميزانته يعني مش محدده. لا هيدي الامور، لا هلا اليوم هي بالاساس ما كانت موجوده من بوقتها من سنتين. بتقول لك شو الفكره الاساسيه؟ نحن اليوم دائما وقت بتعمل اي تلزيم بتدرسي قديش حجه السوق المحلي عندك، مثل خيال عمل بتنصبه المبادئ والاسس التجاريه، بتعب تشوفي قديش حجه السوق المحلي بتضربيه ضرب اثنين او ضرب ثلاثه لتكوني بالسيف سايد. بس اليوم هالمخزون اللي موجود اللي صار عندنا حكما تاثر سلبا، لانه صرنا عم نبيع باسبورات اكثر بكثير من ما كنا نبيع قبل. هلا نحن عملنا الاجراءات اللازمه وحولناها للسلطات المعنيه بهذا الموضوع اللي هي لازم تامن التمويل. طب الكولونيل كمان يعني في كثير اسئله عم توردني، انه بدهم اول شيء بدهم يعرفوا ليش تنفترض استاذ جورج بكره بده يسافر، اجته سفره بعد يومين وباسبوره بيخلص بعد شهرين، ولازم يحط الفيزا اللي ما بياخده بدها مثلا مثل الشنغن بده بالقليل يكون الباسبور ما بده سنه لحتى يخلص. شو بيعمل انه بده يفوت على المنصه وعطيته المنصه موعد بتموز؟ شو بيعمل؟ يعني كيف الواحد كيف بدكم تعرفوا انه لا هيدا الانسان عن جد بحاجه لباسبور سريع ولازم بيكون بخلال يومين او ثلاثه يكون عامله؟ وانا هون كمان بدي استطرد لقلك انه عرفت انه بالعالم ما حدا كمان بياخذ باسبوره بيومين وثلاثه، يعني نحن عم نحكي زياده والله هني نحن بلد صغير. ما لنا موضوع لا ولا بلد صغير، بس نحن اليوم كل الانظمه مثل ما عم تقول بكل الدول العالميه اليوم ما في حدا ممكن يوصل لخدمته اذا هالخدمه عليها ضغط هالقد كبير يقدر يوصل للخدمه اللي بده اياها بالسرعه اللي عم يطلبها اليوم. وهذا النظام الموجود معتمد بكل دول العالم، نظام المنصه معتمد بكل دول العالم، حتى عندنا بالسفارات الاجنبيه الموجوده بلبنان عم يعتمد هذا النظام. يعني كمان ما فيك تيجي تقول اليوم لسفاره اجنبيه انه انا بدي اسافر مضطر اعطيني فيزا خلال جمعه، وهي بتنطرك يمكن شهرين وثلاثه، وهلا اليوم في سفارات عم تعطيك مواعيد بعد سنه. يعني هذا النظام موجود طبيعته ممكن يتضرر فيه عالم من حيث التاخير. اوكي، والمضطر شو بيعمل؟ لانه حكيتوا عن اجراءات تنظيميه اضافيه، شو المضطر شو بيعمل؟ شو ناويين يعني؟ هلا نحن هيدي كل الاجراءات اللي بتطلع هي بتتقيم يوميا على ضوء الظروف.
اللي عم بتصير. ما في شك انه احنا يوميا عم نقيم هيدي الاجراءات وعم نستمع لطلبات الناس وعم نستمع لهواجس الناس، وعلى ضوئه عم نقدر نعمل تعديلات يوميه بس ضمن الامكانيات المتوفره عنا. طب اللي عنده حاله انسانيه يعني في عندكم خط انه تقدروا تقولوا انه يعني يتواصلوا معه؟ اللي عنده حاله عن جد مضطر فيها لباسبور فوري ويقدر يمدكم دغري بالوراق، في هيك شيء ولا لا؟ كل صار محكوم على المنصه. شكلين للكل محكوم على المنصه، هيدي مطبعه جميع على كل الناس وعلى كل الاراضي اللبنانيه، بس الامن العام ما بحياته سكر بابه قدام حدا، والامن العام 24/24 بيستمع لشكاوى الناس ولهواجس الناس وطلبات الناس. اكيد اذا حدا دعا الامن العام وعرض مشكلته ونحن قدرنا تثبتنا وتاكدنا من طلبه فعلا محق انساني او غير انساني، اكيد نحن ما راح نوقف بوجهه وما راح نكتف ايدينا، بالعكس راح نعمل مستحيل لانه نساعده. بس جورج عندك تعليق على الموضوع؟ لا، بيعطيهم الف عافيه. انا رايي عم بيقوموا بشغل عظيم في ضغط كثير كبير، ولازم الناس تاخذ بعين الاعتبار هذا الضغط الهائل يعني واللي عم بيعملوه. انا باول حلقه قلت هذا انجاز كبير. اول شيء كانوا خايفين من الكلفه، هلا طلعت الكلفه، يعني مش مفترض الناس تكون بعد هالقد هاجمه، يعني بدها بعد شوية وقت. إنه مهم انه ما في حدا بيروح عليه شغله او صحته لانه ما حصل على باسبور، هيك فيني انهي معك هيك؟ لا ست ليندا، نحن كل الاجراءات اللي عملناها لنحمي هالاشخاص اللي عندهم فعلا رغبه فعليه وفعلا عندهم اسباب محقه لانه يستحصل على جواز السفر، واي جهد اي كل يوم اجراءات اللي عم تطلع عنا لنحمي هيدي الفئه من الاشخاص، مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمه وضيفك الكريم ذكر الموضوع انه في عالم المواطنين اللي ما عندهم حاجه للسفر عم بس عم بيقدموا عم بيعملوا ضغط على مراكز الامن العام ليستحصلوا على جواز السفر، وعلما جواز السفر هو منه مستند ثبوتي اساسي، هو مستند سفر، يعني العالم عم تتقدم المراكز عم تاخذ جوازات سفرها مثل ما بين الارقام بالبيان اللي صدر عن الامن العام، ارقام كبيره 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 عم تعمل جوازات سفرها وعم تحطها ببيت. طيب انا بدي اتشكرك الرائد مارك العظم، طبعا احنا كنا في اسئله عن موضوع المنصه بس لكن انا سالتها قبل وانتم اكدتوا لي انه ابدا ما في ولا اي خرق للمعلومات المنصه، مش مزبوط كل شيء انحكى عنها، هيدي كانت تشويش للمتضررين كانوا من المنصه، يعني انا جاوبت عنك لانه انا سالت عنه لهذا الموضوع، بتحب تزيد شيء بهالاطار؟ لا ابدا. شكرا لك مدير مكتب المدير العام للامن العام لواء عباس ابراهيم، شكرا لك الرائد مارك العظم. استاذ جورج بدي يعني دغري فوت بموضوع، اول شيء نحن عنا ليش نقزت؟ ما نقزت لانه تقريبا خلص وقتنا، بدقيقتين لثلاث دقائق من الوقت. نحن ما عنا ولا استحقاق ممكن يصير قبل الانتخابات، يعني سمعنا شو رايك بموضوع الانتخابات بس، ولكن اذا صارت الانتخابات نحن كل استحقاقاتنا المهمه اللي هي الكهرباء اي ام اف وموازنه وغيرها واصلاح كله ما في شيء قبل الانتخابات؟ مش بس قبل الانتخابات، هيدا مسار نحن صرنا سنين القوى الحاكمه والحكومات المتعاقبه ما عم تعمل شيء، بس بتقعد بالحكي. اذا بتاخذي ملف الكهرباء، إذا رجعنا 20 سنة لورا وأكثر من 20 سنة لورا، كل وزراء الطاقة اللي إجوا على الحكومات المتعاقبة كلهم وعدوا اللبنانيين بكهرباء 24 ساعة، اليوم صرنا بكهرباء ساعة واحدة مش أكثر من هيك، وهلأ بعد الوعود 60 دقيقة، ملاحظ إنه بيجيبوها 55 دقيقة صحيح. أو 50 دقيقة، مش معقول. الموضوع مش بس موضوع كهرباء، هو الموضوع إهمال عام. قد ما بدك بالشعارات، لو الشعارات بالطعم خبز كان الشعب اللبناني منه بحاجة لأمه على شي 100 سنة لقدام. شعارات وعود ولكن ما بيعملوا شيء. انفجار المرفأ شو كان سببه؟ لأنه ما عملوا شيء. طيب الانهيار شو سببه؟ مش لأنه ما عملوا شيء بعد الانهيار، لأنه قبل الانهيار ما عملوا شيء، ما كانوا عارفين هن انه رايحين على الانهيار، وقعدوا يكذبوا على العالم، يقولوا لهم للعالم الليرة بألف خير. كنا نشوف المسؤولين نحكي معهم ياكدونا، لا تشوفي وزير الماليه، تشوفي فلان، تشوفي بيقول لك الليره بألف خير. وزير علي حسن خليل وقال انه بدنا اعاده جدولي لل قامت الايامي عليه قبل بسنتين، قامت الايامي عليه على اجتماع طارئ، ولو يومتها لو يومتها يسمعوا منه للوزير علي حسن خليل ويفوتوا بالجدولي والهيكلي، اكيد انه ما كنا وصلنا لهون وما صار الانهيار يلي صار. من وقت سادر راحوا على سادر لانه كانوا شايفين نحن كنا على مشارف الانهيار.
واستنجدوا بالمجتمع الدولي بالدول المانحة، وعدونا ب 11 مليار دولار بس على أساس أنه إذا بتريدوا زبطوا الكهرباء زبطوا الموازنة العامة، يعني في 4-5 شروط كانت لا يعطونا صعبة المصاري. صعبة هالقد الشروط أستاذ جورج؟ منا صعبة الشروط، يعني ليش هالهيئة الناظمة ما بتتشكل مثلا بالكهرباء؟ ليه؟ لأنه بعدنا القوى يلي عم تكون بالسلطة موجودة عم تعمل مصلحتها قبل مصلحة البلد وقبل مصلحة الناس. هي بالأساس موجودة لتخدم الناس، ولكن اللي عم يعملوه هن عم يعملوا مصالحهم، عم يعملوا مصاري، ماشيين بالهدر قد ما فيهم. يعني شو اجوا عملوا من بعد سادر؟ قالوا لهم خففوا القطاع العام، قاموا غرقوا القطاع العام بالسلسلة وغرقوها بين موظفين إضافيين، بالموظفين ب 5000 موظف. ايه، والكهرباء ما عملوا شيء، بالعكس ضلوا يكبوا مصاري أكثر على الكهرباء، ضلوا ماشيين بالسياسات الهدر. لو وصلنا على الانهيار، طيب بعد الانهيار فهمنا، ما كنتم مصدقين إنه ممكن يصير انهيار، وهذا موضوع آخر عظيم، صار انهيار. طيب في بلد بالعالم بصير في انهيار وثلاث سنين ما في سلطة تعمل شيء؟ أنا بهذا مرقوا ثلاث سنين، ثلاث سنين رح يصيروا ما عملوا شيء غير الكذب على الناس والوعود الفارغة للناس، وما رح يعملوا شيء. كرمال هيك الناس بدأت تعاقبهم بصناديق الاقتراع لهؤلاء الحاكمين، غالبيتهم مش كلهم. يعني كان في اجتماع نقابة الصحافة من فترة قصيرة مع الرئيس نبيه بري، قال لهم الرئيس بري انه الدولة ليست مفلسة، والدولة قادرة هي انه ترجع توقف البلد على اجريه، ولكن عندها مقدرات، عندها قدرات الدولة هي. وبعدين انه الدولة دينت مصريات الناس، على الدولة انه هي ترجع مصريات الناس، وبالتالي ما بيروح شيء، ما لازم يروح شيء على المودعين. انا بناشد الرئيس بري هون انه هو اليوم الضماني للشعب اللبناني. كلهم جربناهم وبيحكوا ما حدا بيفعل. انت دولة الرئيس تحكي وبتفعل، وانت قادر، وانت رئيس مجلس النواب، وانت بحكمتك والحنكة اللي عندك اياها، وبما تمون على غالبية القوى السياسية بلبنان، قادر انت تعمل قوانين يلي بتحمي حقوق الناس المواطن اللبناني، وهذا شيء بتسجل للتاريخ. لانه هن كانوا عم يشتغلوا عليهم، بعتقد في كم قانون كانوا عم يشتغلوا ليطيروا مصريات الناس. لا لا، كانت كتله التنميه والتحرير عم تقدم نعم. بقرار من الرئيس نعم. بري، بتوجه من الرئيس بري، كانوا عم يشتغلوا على مجموعه قوانين. اكد الرئيس بري هو انه هو سيحمي اكد الرئيس بري انه هو سيحمي اموال المودعين، اموال المودعين، لانه هيدي من حكمه بتيجي، مش هيك انه اموال المودعين هيدي كفلها الدستور اللبناني. هيدي مش شغلي عند سليم صفير ولا عند غير سليم صفير، هيدي شغلي يعني كفلة الدستور اللبناني، حق الملكية الفردية. صح هاي صح. هاي أولا. وتانيا اللي هي 90 تانيا اليوم في ناس يلي عايشة هي اليوم بدون راتب تقاعدي، متكلة بدون على تقاعد، بدون نهاية الخدمة، انه هودي قرشين بده يعيش فيهم بآخرته، ما بده يتبهدل، كيف بده يتحكم، كيف بده يعيش أولاده، كيف بده يعلم أولاده. الأخطر من هيك، البعض يلي ما عم بيقدروا يستوعبوا إنه هؤلاء الناس إذا ما أعطيتيهم مصرياتهم، هؤلاء الناس كيف بدهم يشغلوا الاقتصاد اللبناني؟ ما هيدي الأموال بدها تشغل الاقتصاد اللبناني، منين بدنا نجيب لنشغل الاقتصاد اللبناني؟ هالناس اللي اليوم بحاجة لوظيفة، إذا الناس الميسورة ما كان معها إمكانية تعمل استثمار وراحت مصرياتها، كيف بدو يلاقوا فرص عمل اللبنانيين؟ هل نحن اليوم قدرنا بلبنان انه اولادنا نعلمهم ونتعب عليهم وبالاخر نصدرهم لبرا تستفيد الدول العالم كلها من خيره هالشباب اللبنانيين؟ يعني البلد عم يهتري ويتحلل اكثر واكثر، ومثل ما قلت قدامه عيون الكل وما حدا عم يعمل شيء. انا بدي اشكرك استاذ جورج سولاج، وانا بشكرك كثير، شكرا لك على هذه المشاركه معنا، دائما اطلالتك مميزه استاذ جورج. الله يخليك. ومع انه يعني اخذت لي نص ساعه اوكرانيا، بس انه كانت منيحه اوكرانيا، كانت هي جيم تشينجر يعني هلا بالحدث السياسي. صحيح. شكرا لك استاذ جورج. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل، من بعده رح استقبل ضيوفي، امين السر العام بالحزب التقدم الاشتراكي استاذ ظافر ناصر، والمدير العام لمجله مرايا الدوليه استاذ فادي ابو دياوى. رح يكون معنا من موسكو السفير الروسي السابق الكسندر ساسبيكين. فاصل وبنرجع لكم. We'll be right back.
نعود مشاهدينا لمتابعة الجزء الثاني من هذه الحلقة. بدي أرحب بضيوفي أمين السر العام بالحزب التقدم الإشتراكي أستاذ ظافر ناصر، مساء الخير أستاذ ظافر، وأيضا أستاذ فادي أبو ديا المدير العام لمجلة مرايا الدولية، مساء الخير أستاذ فادي. رح أبدأ بداية بموقف لبنان اللي صار باتجاه يعني الحرب الروسية الأوكرانية. شفنا بيان وزير الخارجية واللي كمان انا راح ارجع اكرر ماذا قال، يعني هو لدى دخوله الى مجلس الوزراء قال انا لبست الدرع واذا بدكم كلكم عندكم اعتراضات خليهم يجوا بصدري، وكانه كان في فمه ماء. اليوم كمان ورد معلومات انه لا، هو اطلع رئيس الجمهوريه على هذا الموقف، وايضا اطلع الرئيس ميقاتي على موقفه قبل اعلان هذا البيان. على كل حال يوم حضرتك كنت بالمؤتمر الصحافي للسفير الروسي، هل يعني اعتبرت هذا المؤتمر ليش عمله اصلا؟ يعني اذا كان عم بيقول ما بتاثر ليش عمله؟ بده يحط اولا يعني مساء الخير، مساء الخير لحضرتك، لضيفك العزيز، لجميع المشاهدين. موضوع المؤتمر الصحفي لسعادة السفير الروسي في بيروت كان يحمل شقين أو نقطتين. النقطة الأولى هي توضيح ما يحصل في روسيا وتصويب بعض المفاهيم وتأكيدها للإعلام اللبناني ولبعض السياسيين اللي عم بيحاولوا يتعدوا على الملف من باب المعرفي أو من باب أنه هن يفهمنين شو عم بيصير على الأرض الروسية، وتحديدا ننفذ منه مباشرة إلى بيان وزارة الخارجية. واضح انه بيان وزارة الخارجية له اعتبارات عدة وتساؤلات عدة. تنطلق اولا من المصطلحات اللي مستخدمة في البيان، اجتياح وغزو وحرب وكذا، وكأنه لبنان دخل في صراع دولي اممي لا ناقة له ولا جمل على حملها، فقط اراد ان يسجل موقف يرضي بها بعض الاطراف، وفي مقدمتها الطرف الذي اتخذ معه الموقف الاوكراني هو الطرف الامريكي الناتوي، لأنه ما بقدر نفهم نحن هذه التساؤلات. ماذا فعلت له روسيا لوزير الخارجية يلي زارها ب 22/11/2021 وترك يوم استقلال لبنان وطلع إلى موسكو؟ وكانت زيارة مهمة كتير، كانت زيارة مهمة بالملفات، لا حتى هو اهتم فيها، يعني اعتبرها أنه خاصة. أنا صراحة ستليندا كنت موجود بموسكو، أنا كنت موجود بموسكو، جيب معه خرائط الساتلايت واطلعت على كل ملفات الزيارة وحتى على أجواء الزيارة. الصور بهذاك الوقت كانت روسيا عرضت على لبنان تزويده بصور الأقمار الصناعية وسلموا، وعرض عليهم حل مشاكل لبنان. بذكرك بهذاك الوقت كان مشكلة الحكومة وفي عنا مشاكل مع دول الخليج وكان عنا كتير مشاكل في لبنان، طلب من الروس لافروف وبوغدانوف أنه يساعدوه على حل المشكلات الداخلية وأبدوا كل استعداد. طلب منهم حتى زيادة المساعدات الاقتصادية إلى لبنان وفتح نوافذ اقتصادية إضافية إلى لبنان وأبدوا استعداده. إذا طيب شو عملوا لك الروس لحتى لي تاخذ مثل هذا الموقف؟ بعدين هذا الموقف شو بيفيد روسيا أو شو بيضر روسيا؟ يعني شو الهدف من هذا الموقف الذي تاخذ سوى اشهدوا لي عند الست شيعة؟ يعني غير هيك ما في هذا الكلام. هلا هو في كلام إنه هي اللي طلبت. طبعا مش في كلام، في معلومات، مش هو طيب مش في كلام. بمثل هيك بيانات رسمية ما بنحكي عن كلام، نحكي عن معلومات. انه السفيرة الامريكية طلبت، نعم طلبت. تقولي لي اليوم وزير خارجية بيطلع بيطلع بيان، رئيس حكومي ورئيس جمهورية ما معه خبرهم، هذا استخفاف بعقول الناس. اليوم ثلاث ارباع الاحزاب السياسية اتصلت بالسفارة الروسية بتقول انا ما الي علاقة. مين نزل يعني مخلوقات فضائية نزلت من الفضاء كتبت البيان؟ هذا استخفاف بعقول الناس. البيان كتب من وزير الخارجية طلع عليه الرئيس ميقاتي وفخامة الرئيس عون ووافقا عليه وأصدراه، نقطة على أول السطر. طيب بس ليش عم تقول إنه روسيا شو عملت لك؟ ما في شيء اسمه شو عملت لك، في شيء اسمه سياسة خارجية. السياسة الخارجية إذا بالسياسة الخارجية تصدر بيان لما بيكون أنا ما بدي أخذ وقت الأستاذ ظافر، بس أنا حجاوب عن السؤال بشكل سريع. إذا بدي هو الوزير نفى أنه أنا عم بقول شو عملت لك، بمعنى إذا جيتي للمقارنات
روسيا بتقديماتها وبعلاقاتها إلى لبنان أكثر بكثير من فعاليات أوكرانيا في لبنان. ما عم بنفي دور أوكرانيا الإيجابي بلبنان. أنا عم بقول دور روسيا أكبر بحكم نفوذها الأكبر، بحكم وجودها وثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي الأكبر. أنت ما عم تتعامل مع أوكرانيا كأوكرانيا، عم تتعامل على من خلف على على 100%. فلذلك اليوم مثل ما في عندي طلاب بأوكرانيا، عندي طلاب بروسيا. مثل ما أنا عندي خطوط اقتصادية على أوكرانيا، عندي خطوط اقتصادية على روسيا. هلأ أنا بقول لك شو الجواب اللي جاوبني يعني الوزير على هيدا السؤال بالتحديد، أنه ليش طلعت هيدا البيان. بس بدي رأيك أستاذ زوفر. أنا برأيي السؤال الأساسي اللي تفضلتي فيه يعني ختام كلام أستاذ الكريم هو عن السياسة الخارجية اللبنانية. السؤال هو في سياسة خارجية لبنانية؟ من هون بدنا نبلش بصراحة، لأنه بغض النظر إذا الرئيس مئاتي والرئيس عون موافقين على هذا البيان أو لا، لكن طريقة إصدار البيان والتنكر له لاحقا من الرؤساء ومن المعنيين على مستوى الدولة وعلى مستوى السلطة السياسية بتعبر عن خلل كبير على مستوى السياسة الخارجية اللبنانية. ليس فقط بهذا الملف، هي خلل ممتد بملفات أخرى عن حول علاقة لبنان مع دول أخرى عربية أو مع يعني على المستوى الدولي العام. وبالتالي هاي مسألة جوهرية نحن في لبنان علينا أن نعالجها بمعزل عن الموقف هلأ من الحرب الروسية الأوكرانية. وهذا الأمر يعني عم يتفضل الأستاذ الكريم عن أنه هل يعقل أنه رؤساء مش موافقين على البيان؟ أي ما حدا بيقدر من اللبنانيين يصدق، ما حدا بيقدر يصدق أنه في حدا مش موافق من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو غير أطراف أيضا، لأنه وزير الخارجية كما نقل عنه أنه هناك قيادات أساسية مطلعة على البيان وعارفة بالبيان من الرؤساء إلى غير الرؤساء. هذا كلام نقل عنه، هل هو صحيح هل هو مش صحيح، لكن بكل الأحوال لا يمكن أن يكون هذا البيان بدون غطاء سياسي ويصدر، لا يمكن. برأيك كان في حاجة لإله؟ برأيي لا، لبنان غير قادر. بيقدر لبنان يعبر؟ لا، بيقدر يعبر لبنان عن موقف مبدئي منسجم مع مسألة يعني حفظ السلام بأي مكان في العالم. بيقدر يعبر عن موقف مبدئي، عن حل سلمي، عن حل تفاوضي، يدعي هالدول المتحاربة إلى حل سلمي فيما بينها. بيقدر يعبر عن هذا الموقف المبدئي، وبعتقد مش مضطر لبنان يكون طرف مع أي دولة من الدولتين المتحاربتين الآن. يعني هيك لبنان حط حاله طرف؟ أكيد البيان اللي عبر عنه أخذ موقف طرف. حتى بيان السفير الروسي ببيروت اليوم تحدث بشكل واضح أنه لبنان اتخذ طرفا ضد طرف الآخر، هاي قال بشكل واضح. فبالتالي أي عبر السفير اليوم أنه نحن على الأقل بهذا البيان عرفنا مين معنا ومين ضدنا. هل هذا البيان بيعبر فعلا عن سياسة الدولة اللبنانية؟ سؤال أساسي. هل بيعبر عن يعني قرار صدر عن الدولة اللبنانية، أم أنه هناك أطراف معينة؟ عم بحكي هون بالمبدأ الدستوري، بمبدأ سياسة الدولة. قبل بفترضي في قوتين يعني غير روسيا وأوكرانيا متحاربتين اليوم، وصدر أي بيان من هذا النوع. طيب في آليات ليصدر هيك بيان من أي بأي دولة، بأي مؤسسات، بأي آليات دستورية؟ في أصول لحتى ليصدر بيان يعبر عن موقف الدولة كدولة فيها. وبالتالي الطريقة اللي صدر فيها البيان لا، ما بيعبر عن آليات دستورية سليمة، ولا مبين بيعبر عن موقف الدولة اللبنانية ككل، خصوصا انه الغالبية تنكروا له. فبالتالي كان بالامكان انه يعني يتخذ موقف مبدئي من الحرب، يتخذ موقف مبدئي من مسألة السلام، يتخذ موقف مبدئي من الحل السلمي والتفاوضي لأي مشكلة موجودة. نحن كدولة عم نحكي يعني غير قادرين على انه ننخرط بصراع من هذا النوع بموقف يعني منحاز إلى هذا الطرف أو ذاك. مسألة تانية، نحن مع الدول العربية مش متحملين نكون طرف بوجه، فما بالك بين أمريكا وبين روسيا يعني. فشو الأسباب والخلفيات؟ علامات استفهام محقة إنك توضعيها لنتيجة بصراحة الطريقة اللي صدر فيها البيان.
هل نحن بنعرف انه يعني الحزب التقدم الاشتراكي بتربطه بروسيا علاقات وطيده جدا وعلاقات مميزه، يعني وليد بيك دائما له زيارات صحيح لروسيا، لكن أنا لكن اليوم انت اليوم حطوك بمحل يعني بدك تكون او مع هيدا او مع هيدا يعني، والامل بس انا المنطلق اللي عم المنطلق اللي عم بنطلق منه قبل ما اقول انا سواء يعني الشيء اللي عم بحكيه مش لانه نحن علاقتنا منيحه بروسيا او لانه نحن علاقتنا كمان منيحه باوكرانيا. اليوم رئيس الحزب عبر عن يعني ما قدمته اوكرانيا للشعب الاوكراني للعديد من الطلاب العرب بمسيرتهم على مدى 40 50 سنه، تعلموا اخذوا منح وهذا امر ما في حدا يتنكر له كمان. لكن المساله مش هون، انا عم بحكي عن كيف نحن عم ندير شؤوننا كدوله. من هيدي النقطه كيف نحن كدوله عم ندير شؤوننا، انتم ما حدا له مصلحه يعطي لا ضد روسيا ولا يعني ضد اوكرانيا. اوكرانيا في الطلاب اوكي، هيدي بنحكي فيها كيف لازم تكون سياسة الدولة اللبنانية تجاه هاي الإشكالية. لكن أنا قبل ما أوصل لهيدي النقطة أنا عم بقول في عندي دولة كل صراحة بالعربي الدارج حارت كل من إيده لإله، حارت كل من إيده لإله بالقضايا الصغيرة وبالقضايا الكبيرة، وهيدي إشكالية ما فينا كل مرة يعني نقطعها وكأنه ما صاير شيء والمسألة بس فقط منقيمها بالموقف السياسي. تفضل. أنا اللي بدي أقوله إنه أنا فيني لك جواب الوزير شو كان لما سألته. قال ما في ولا اي دوله عند لما بتكون في دوله عم بتدخل الى دوله اخرى دائما ما فيها، والا بكره فيها بتفوت اسرائيل وبتجتاحنا بتفوت يعني. كان هيدا هو الجواب. انا بدي اكمل قبل ما اوصل للجواب العبقري. قبل ما اوصل لجوابه العبقري حقيقه عم نحكي سياسي، مش عم نحكي واضح انه هو متعمق في السياسه لحتى يحكي هذا السياسي. لا الوزير ما فيك يعني تقول انه لا والله انا في يقول لما بيطلع حاجه وزير كان سفير بواشنطن. لا اسمحيلي دار مزبوط خاصه هلا الازمه مع اولا داره لما كان عم يتواصل مع كل الافرقاء، مش داره لما كان يعني بدي كمل. انا كنت كلام الاستاذ ظافر انه اليوم هيدي تعقيدات الملف اللبناني وتشابك القوى السياسيه في لبنان. نشكر ربنا انه روسيا واعيه للواقع الارض اللبنانيه وخارطه السياسي في لبنان، وبتعرف انه هذا الوزير محسوب على فريق كيف بيطلع البيان، في تجاوزات بمكان اخر، رساله ما بتنعرض على رئيس مجلس نواب، رساله ما بتنعرض على وزراء لهم قوى اساسيه بالبلد. طيب خليني اقول انا اليوم انه الرئيس سعد الحريري تنكر، هو عزف وعلق عمله السياسي ولكن أرسل رسالة تنكر إلى السفير الروسي في بيروت. طيب وليد بايك جملاط معروف موقفه، الثنائي الوطني عبروا نيابيا ووزاريا داخل مجلس الوزراء نيابيا ووزاريا. طيب شو المطلوب بعد؟ يعني مين القوى الموجودة بالحكومة؟ بس خلينا نعرف. إذا أنا بدي أحكي شيء تاني، إذا من هون بدي أقول أنا انه لما بده يكون فهمان الوزير عرفان او مطلع بشكل اساسي على مجريات الواقع بيعرف انه اللي عم بيصير هو مش اجتياح وغزو وحرب مثل ما قال. واليوم اللي قاله سعاده السفير الروسي في مؤتمر الصحفي بدايه قال دعونا نوضح بعض التفاصيل والنقاط الاساسيه حتى تكون معلومه للجميع. نحن لسنا في حرب. موجود نحن لسنا في حرب. نحن في عملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية أمننا القومي، حماية المواطنين الروس الموجودين في هذه الجمهوريات، منع أي تهديد للملاحة البحرية للروسية في البحر الأسود وإلى ما هناك، مش مجال نقعد نحكي فيهم. إذن هو مبلش بعملية اجتياح والروس توصيفهم الدبلوماسي والخارجي بالخارجية الروسية اللي حضرته زارة انه مش احنا مش بحرب. انا هون اللي بدي اقوله انه انت شو الهدف من هذا البيان؟ شو بيقدم وبيأخر بالنسبة للبنان او بالنسبة للصراع؟ انت كان فيك تدعي الى السلام، الى الحوار، الى احلال الدبلوماسية، بدك اياه. هو دعا الى الحوار بس دعا، بس اخذ موقف ضد روسيا، واضح موقفه، ما فينا نرجع نجمله. والاحلى من هيك انه وزير خارجية طلع الفريق السياسي الذي يمثل مين قصدك الفريق السياسي الذي يمثل مين يعني وزير خارجية؟ وزير خارجية مين حطه؟ انا حطيته على مين محسوب؟ انه انت قصدك رئيس التيار الوطني الحر هو الذي كان طالب هذا الموقف؟ لا مش هو كان طالب، بس كمان ما في يقول لي هو ما كان معه خبر. انا ما عم بقول هو طالب، بس انا ما في يجي كل واحد يقول انا ما معي خبر.
رئيس مئاتي ما معه خبر، رئيس جمهورية ما معه خبر، رئيس تيار الوطن الحر ما معه خبر، ما حدا معه خبر بالبلد، قام فيه هو بالليل كتبوا بالسر ووزعوا يعني؟ يعني استخفاف يعني لمحت لشغلة كمان يمكن صرنا فترة بنسمع إنه في تقديم أوراق اعتماد للأمريكان بموضوع ترسيم وهلأ إجت قصة البيان. شوفي هذا شو؟ البيان بشكل واضح، أنا إنسان واضح وما بحب كتير تنميق الكلام، هذا البيان لا يخدم إلا أمريكا، منيح من الآخر هذا البيان لا يخدم إلا أمريكا. بالمعلومات اللي أنا رجل متأكد من معلوماتي وعم بحكي على الهواء، هذا البيان طلب مباشرة من السفيرة الأمريكية إلى الرئيس ميقاتي ووزير الخارجية، وعندما كتب هذا البيان عرض على الرئيس عون ووافق عليه مع تهذيب بعض المصطلحات فيه. مع تهذيب بعض المصطلحات، هيك بالعبارة أنا عم لك إياها، مع تهذيب بعض المصطلحات. ليك شو كان في مصطلحات؟ ما بعرف. شو بعرفني؟ لو بعرف قلت صدقيني. بتقول تهذيب يعني كان في كلام، يبدو انه كان في كلام فج اكثر، حد اكثر، صارخ دبلوماسيا اكثر، وخففوا منه لوصلوا الى ما وصلوا اليه. بكل الاحوال انتهى عند الروس، انتهى هو تداعياته البيان، خلصنا. ما بفعلوا تداعيات ليكون انتهى. هي يعني بكل بساطة الروس نظروا إلى الموضوع أنه هيدي خارطة سياسية متنوعة في لبنان. بيعرفوا الواقع. بيعرفوا الواقع بمثل ما هو. لا سحبوا سفير. وعبر السفير. لا سحبوا سفير ولا استدعوا السفير اللبناني اللي في موسكو، الصديق العزيز شوقي أبو نصار، اللي هو فعلا شخص من اكثر السفراء يعني محترمين ودبلوماسيه في العمل. والروس بيحبوه، بيعرفوا شو قيمه الدبلوماسيه عنده. بكل الاحوال هو زار بوغدانوف امس كمان ثقافي طبعا بعد البيان، وهو شخص لا بالمناسبه هو شخص جدا محبوب عند الروس، انا بعرفه وبعرفه قد ايش شخص متعاون. بكل الاحوال ما عملوا اي شيء، ما عملوا اي اجراء، لا قطعوا علاقات. واليوم اكد السفير بالمؤتمر الصحفي لن يكون لذلك اي تداعيات لا على الملفات الاقتصاديه المشترك، ولا على الملفات السياسيه المشترك، ولا على الملفات التعليميه للطلاب اللبنانيين الموجودين على الاراضي الروسيه من خلال هذا الموضوع. شو بعد بدك اكثر من هيك عظمه تتعامل فيها روسيا مع الدوله اللبنانيه؟ لا هو بس قال توصيفه كان لاستاذ ظافر انه هن بيعرفوا يعني سياسة بلبنان. يعني هني عشان هيك وبيعرفوا سياسة وبيعرفوا قديش على قول الأستاذ ظافر حارت من كل من إله إيد كل من إيده إله. لا على كل حال الوزير يعني مش مخضرم الوزير، وبيعرف كتير منيح شو ما بيعرف ولا وش عم بيانه لا يدل على أنه لا مخضرم، بيانه يدل على أنه شخص لا مخضرم ولا يتبع الأصول الدبلوماسية ولا يراعي موازين القوى لا في العالم ولا في الداخل. نحن مش قادرين نتحمل. هلا ما فيك تستغيبه، بدك تتركه لحتى هو يقول شو هي خلفيات هذا اللي كتب لك ما كتبه. ما هي الإشكالية يعني بالنهاية إنه بدك ترجع إلى يعني حتى اللي عم بيطالبوا اليوم بمسألة الحياد، لو كان المفترض بالدولة اللبنانية تعبر عن موقف محايد، هذا الأمر لازم ينسحب على كل الملفات الخارجية. يعني إذا عم نحكي اليوم بين روسيا وأوكرانيا، طيب مع الدول العربية مش نفس الشيء؟ فينا ناخد لبنان إلى موقع محايد غير مواجه للدول العربية؟ يعني القوى السياسية اللي اليوم عم بتطالب الخارجية نتيجة هذا الموقف، أو عم بتطالب السلطة أو الرؤساء اللي غطوا هذا البيان كما يشاع. فبرجع بقول بعمق المسألة إلى علاقة بأنه نحن ما عندنا سياسة خارجية موحدة، لأنه نحن ما عندنا دولة موحدة، نحن ما عندنا سلطة موحدة. هاي السلطة موزعة على قوى سياسية، لكل قوة سياسية سياستها الخارجية الخاصة فيها، ولكل طرف علاقاته الخارجية الخاصة فيه. فبالتالي كل فترة بدك تلاقي أزمة من هالنوع عندما يعني يكون موضوع هالقد حساس بعلاقات لبنان أو بسياسته الخارجية، وهذا أمر ما له حل بلبنان للأسف. ما أصلاً إحنا مقصومين، هذا اللي عم بقوله، هذا بلد ما عندك سلطة موحدة، ما عندك دولة موحدة، يعني بتشوف في أطراف عندها علاقاتها الخارجية وسياساتها الخارجية ومواقفها الخارجية بمعزل عن موقف الدولة. يعني فيش أطراف سياسية بلبنان عبرت عن مواقف خارجية بمعزل عن موقف الدولة طبعا. فيش أطراف عندها عمل سياسي خارجي خارج إطار الدولة. هلا بيبقى هيدا حزبي، هيدا شيء حزبي سياسي، بس لما عم نحكي كوزارة خارجية هيدا شيء رسمي.
يعني احزاب هذا يعني لو هذا الموقف صدر عن حزب معين مين ما كان هذا الحزب كان طبيعي كموقف. ولكن كخارجي لا بس ليش انت قلت الرئيس مئاتي طلبه ليش الرئيس مئاتي طلبه بطلب من السفيرة الأمريكية لا لحظة يعني بنعرف نحن انه الرئيس مئاتي بيحسبها كمان يعني كيف حسبها برأيك؟ ما بعرف كيف حسبها تسألي له كيف حسبها بس أنا اللي بعرفه إنه لما بيطلع هيك بيان يخدم مشروع معين ضد مشروع آخر من الواضح إنه هذا المشروع كان مطلوب منه أن يصدره واضح إنه اليوم في ضغط أمريكي كبير على البلد بإنه أن لا يكون هذا البلد لا محايد مثل ما بيدعي البعض ولا حيادي مثل ما بيدعي البعض ولن يترك حياديا وهذا اللي كنا عم نحكيه منذ بداية التصريح لسيادة البطريرك أو غيره من الشخصيات إنه لبنان تركوه بالنائب النفس وحيادي وكذا يا أخي لبنان لن يترك حياديا حتى لو أنت بتتركه حياد لبنان لن يترك حياديا وما تفعله السفيرة الأمريكية في لبنان أكبر دليل أنا بدي أسأل حضرتك سؤال ولجميع المشاهدين لو كان هذا الطلب كان من السفير الإيراني في لبنان إنه خدوا موقف مع الروس شو كان بيصير بالبلد؟ شو كان بيصير بالبلد؟ يعني كان في خراب بالبلد حيصير كانت الدنيا حتطلع الاحتلال الإيراني وكذا بعد في حدا هلأ يطلع يحكي لنا بلبنان عن احتلال إيراني أو يحكي لنا عن هيمنة حزب الله على مؤسسات الدولة بعد يعني هلأ إذا طلعوا ليحكوا بأي عين بده يحكوا بأي مصداقية بده يحكوا مع الناس شو خاص أنا اللي عم بقوله بالاحتلال بيان الإيراني ليه شو دخل هيدا البيان ليش بده يشيل من يستخدم كلمة الاحتلال الإيراني يعني إذا وزارة خارجية أخذت الدولة كلها ببيانها على موقف ضد روسيا كيف بيكون في احتلال إيراني بالبلد مع ضد روسيا مع أمريكا مش ضد روسيا مع طرف تاني لا مع أمريكا يعني في احتلال إيراني بيكون بالبلد بيكون في عن جد تحكم وهيمني لحزب الله على 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 الدولة لا طلع هي مواقع النفوذ موزعة يعني نكون واقعيين مواقع النفوذ موزعة وتأثير هذا النفوذ الداخلي في موقف الدولة اللبنانية الخارجي كمان موزع عشان هيك أنا عم بقول إنه ما في عندك سياسة خارجية موحدة. أنا متفق إنه يعني ما في عندنا سياسة بكرة خارجية بكرة مثلا يعني خلينا مثلا ناخد وقت اللي كان الوزير باسيل وزير خارجية مع عمل موقف بجامعة الدول العربية عمل موقف في قوى سياسية أخرى بالبلد ما كانت موافقة عليه يعني وهي كانت مشتركة بالحكومة وموجودة بالدولة لذلك عم برجع بقول يعني كل طرف سياسي بيكون موجود بموقع أساسي ومؤثر عم بيعبر عن موقفه هو مش عن موقف لا الدولة ولا المجموعات السياسية اللي موجودة إذا كان في إجماع بأي اتجاه وللأسف هيدي إشكالية برجع بقول ما رح تنحل رئيس مجلس النواب من أسبوع من يعني أسبوعين اجتماع مجلس البرلمان طلع قال إنه أنا أتحفظ لأنه سوريا مش موجودة وطلع حكي هو رئيس البرلمان طبيعي الشيء اللي طرحه بالعكس كان ممكن يحصل مزبوط كمان طبيعي يعني طبيعي. لو السفير الإيراني يطلب شيء طلب لك شوفي في أطراف أخرى اليوم مين مسميها نحن مش عم نحكي شيء مزاجي عم نحكي شيء منطق سياسي سوريا دولة جارة واليوم كل الأطراف عم تفتح لا في ناس ضد سوريا في ناس ضد سوريا لأنه عدموا بعدها سوريا حتى الآن ضد سوريا ضد سوريا موجودة. ولكن هي سوريا دولة بالجيوسياسية بالجيواقتصادية مزبوط بس كمان في أطراف سياسية بعد يعني بمعنى بلبنان بعد ما عندك اتفاق على سياستك اللبنانية تجاه سوريا ماشي ما في اتفاق ماشي. ولكن نحن في لبنان متفقين على انه ما بنقدر نتخلى عن سوريا لا على المستوى تاريخيا ولا جغرافيا لا لا لا, لا جيوسياسيا وغيرها اليوم انت اقل شيء الكهرباء اللي بدك تمرق اللي نحن موعودين فيها يعني ما نحن موعودين فيها لا خلاف على يعني اللي بدي اقول انا الى تمثيل دبلوماسي بلبنان عندك علاقاتك انت وياها بلبنان بتخيل اليوم معظم الدول ما عاد عندها مشكله مع سوريا على مستوى النظام يعني حتى السعودية اللي هي كانت رأس حرب عربية بوجه هذا النظام اليوم رجعت فتحت علاقاتها بمعزل عن هي عم نحكي عن لبنان عن لبنان يعني حتى الآن لبنان حتى أول الآن. مين بيقاتل وآخر مين بيصالح هيدي وحدة من الإشكالات وأصلاً ليش نحن دايما شو ما صار بالعالم دايما هيدي هيدا هو سؤالنا هيدا هو سؤالنا بدنا نقسم هيدا مع هيدا وهيدا بده يشكل مع هيدا خلينا نفكر شي مرة نرجع لاتجاه سوريا مثل أي قضية تانية تجاه سوريا مثل أي قضية تانية نحن بعدنا مش محددين شو هي ثوابت سياستنا الخارجية
لا مع الدول الجارة ولا مع الدول البعيدة، مع أن هالقدرة حتى الآن. لذلك بتشوفي كل طرف عامل سياسته الخارجية الخاصة فيه تجاه سوريا مثل ما تجاه روسيا مثل ما تجاه أمريكا مثل ما تجاه أي دولة أخرى، مثل ما تجاه اليمن مثل ما تجاه اليمن مثل ما تجاه السعودية مثل تجاه الدول الأخرى. هل فينا نبلش نفكر بمنطق دولي؟ هذا السؤال الأساسي. بدنا نبلش نفكر بمنطق دولي عندما يكون لدينا هيكلية سياسية تبني دولة. يا أخي عندك هلا هذا بالواقع ما بيبني دولة. لا لك عندنا الهيكلية السياسية موجودة لكن جوفة للأسف فارغة. عندنا هيكلية سياسية، نحن كأطراف سياسية معنيين أنه نحصن هاي الهيكلية السياسية بمنطق الدولة. هل القوى السياسية، هل الأحزاب هي مستعدة تبلش تفكر بهذا المنطق، تقول أنا بدي أتعاطى بسياستي الخارجية من خلال دولتي؟ هذا سؤال أساسي. عم نحكي ببناء دولة، عم نحكي بمؤسسات، عم نحكي بدستور، عم نحكي بآليات. ما في دولة ممكن تقوم عليها. حتى بلا مركزية بدك سياسي موحدة. لا مركزية أمر مختلف، عم بحكي سياسي خارجية. حتى بدولة لا مركزية. عم بلطش على المركزية اللي انطلبت. حتى فيها بدك سياسي. لا حتى هيك أكتر. هلأ أنا كمان بدي كمل معك. حتى بالدول اللامركزية سياسي الخارجية دايما موحدة دايما. حتى أنا بدي كمل معك بموضوع السياسة الخارجية. أنه أنت اليوم صح بدك توحد سياستك الخارجية، لكن وفق أي منطق؟ ما في واحد بيقول لك وفق المنطق المصلحة، واحد بيقول لك وفق منطق السيادة والاستقلال. أنت أحيانا المصلحة يتناقض مع السيادة والاستقلال، أنك تكون سيد نفسك وأنك تكون سيد قرارك. نعم. أنا برأيي اللي عم تتفضل فيهن هودي ثوابت بديهية بالسياسة الخارجية. وين؟ بلبنان؟ يعني بأي بلد؟ لا بلبنان ما شفناه. ما هو ما فيك تنطلق يعني في تجارب استاذ ظافي عفوا في تجارب قريبه اكيد 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 قريبه وبعيده اكيد قريبه وبعيده لا شك بس ما فيك انت تنطلق لتحدد سياستك الخارجيه اذا مش مؤمن بسياده بلدك. هيدي هيدي هي وحده من الثوابت هيدي ثوابت هي بديهيات. انا ما بقدر اقول انه في عندي سياده واستقلال وبسمح لدوله تانية تقيل وزير عندي او بسمح لدولة تانية تقيل وزراء عندي. على محل كتير. هلا بدي احكي حتى بالمصطلح هذا النفوذ بس لنكون موضوعيين. صح كمان صح هذا النفوذ موجود عند الكل 100% يعني 100%. من ايران بس ايران ما عملت هاي لا امريكا لا الظافر ما في عممها ايران ما عملت هاي. ما فيك تقول لي ايران ما عندها هذا النفوذ. هلا عندها بس ما مارسته. ايران اذكى من غيرها بطريقه التعاطي هذا امر اخر بس ما عندها هذا النفوذ بلبنان حتى ولو عندها حتى يعني ولو عندها بس انما ما مارسته على الشعب اللبناني. عم نحكي هلا بتمارسه بطريقه مختلفه بطريقه غير مباشره مش بطريقه مباشره قادره تنفذ سياستها بطريقه برجع بقول لك يمكن أذكى من غيرها من باقي الاطراف الاقليميه او الدوليه. يعني هذا امر اخر. تدعم القوى السياسيه المساله الجوهريه السياسه الموحده الى اساسيات. كان في اكثر من تصريح ايراني بس عفوا كان في اكثر من تصريح لمسؤول ايراني اعتبرته الجهه الاخرى انه هيدا تدخل مباشر كان ب ايران صرحت عن الاكثريه اللبنانيه. لا هلا ايران شوفي التصريح اللي جزء عن اربع عواصم لحظه شوي هو بالنهايه مصير ما نلحق نحن هيدا تجحيت هيدا هيدا مع مين وهيدا ضد مين وانا مع انه نلحقوا بس هلا انا بدي على موضوع إيرانية. اوكرانيا نحن بموضوع اوكرانيا مش حنغرق يعني حتى بالمصطلحات لي. بدي اخذ بس كنت عم بحكي عن موضوع المصطلحات بدي ارجع له. هلا انت بتقول انه عمليه عسكريه خاصة. مش انا بقول مش انا بقول اجتياح روسي الى اوكرانيا لا انا يعني شو نحن بس لك انا التوصيف الفعلي يمكن ذكروا بسياق تحليله للوضع. روسيا عم بتحاول بوجه الناتو تحفظ أمن القومي. عظيم. العملية العسكرية اللي بيقدر يوصفها من هلأ مداها قديش اجتياح احتلال عملية موضعية هيدي أسئلتي هيدي الأسئلة بصراحة العسكرية يعني أنا لا أدعي أنه بقدر جاوب عليها لكن الخوف وكنا عم نحكي قبل الحلقه كنا عم نحكي قبل الحلقه هل ممكن هيدي الحرب وهذا سؤال اساسي هل ممكن هاي الحرب تتحول لحرب استنزاف لروسيا في اوكرانيا او لا كل ما طالت يمكن بيقدر يحكي اكثر بهالموضوع بحكم اطلاعه اذا طالت يمكن تتحول لحرب استنزاف خصوصا انه عم نشوف
حرب شوارع بلشت، مش بس حرب الشوارع، بوادر الدعم الأوروبي والغربي بشكل عام لأوكرانيا بلشت تترجم عمليا خصوصا بمسألة السلاح. هيدي بدك تراقبيها بالأيام والأسابيع. خلينا نفوت مع فاصل والأسئلتك اللي هي كمان أسئلتي رح ننقلها للسفير الروسي السابق بلبنان ألكسندر زاسبيكين اللي رح ينضم لنا مباشرة من موسكو. مشاهدينا فاصل وبنرجع لكم. نعود مشاهدينا الى متابعه يعني هذه الحلقه بعد ان دقائق للانتهاء، وبدي رحب بضيوفي استاذ زعفر ناصر واستاذ فادي بوديه، وانضم لنا السفير الروسي السابق بلبنان سعاده السفير ألكسندر زاسبيكين. مساء الخير. مساء النور. اول شيء انا زعلانه منك سعاده السفير، كيف بتقلي انه ما في يعني ما في دخول عسكري؟ لما طلعت معي من جمعتين ده كنت عم تستعمل اسلوب التضليل. على ما في دخول عسكري بأي معنى؟ هذا ذكريات الماضي شو؟ يعني لما قلت لك انه اي قلت لي انه هيدي الحرب امريكا عم بتخوض حرب إعلامية وهمية، ولكن روسيا ليس لها أي نية بالتدخل العسكري في أوكرانيا. اليوم الرئيس الروسي يضع القوة النووية بحالة تأهب قصوى، يعني أي بعد أي دخول عسكري بعد ناطرين؟ طيب خلال على الأقل 3 أشهر الأخيرة نحن الجميع تحدثنا حول الموضوع، ما هو التطور اللاحق، ما هي احتمالات التصادم العسكري، وشو كان الحديث من جانبنا نحن. نحن قلنا أنه نحن لا نريد التدخل في أوكرانيا، نريد الحل السياسي الدبلوماسي، ولكن هناك العقدة وهي الوضع في دونباس. فكان كلام روسي وأنا كنت أتكلم والسفراء الآخرين وعلى مستوى الجميع رسميا أنه في حال إذا كان هناك الهجوم الأوكراني فروسيا ستحمي دونباس، وهذا كان كلام واضح صريح أمام الجميع. ربما بس اليوم دخلت العالم إلى كييف وإلى يعني وإلى خاركييف، يعني شو فاتت على الدول، على العاصمة وعلى الدول الكبيرة، على المناطق الكبيرة، يعني لم يعد فقط دفاع عن النفس في دونباس، أصبحت العملية واسعة كثير. على كل حال سعادة السفير، أنا أسئلتي محددة لك هذه الليلة. يقول ضيفي أستاذ زافر أنه الخشية من أن تكون قد دخلت سوريا في حرب استنزاف طويلة، استنزاف هيك استميتها حرب شوارع، بينما يقول ضيفي الآخر أستاذ فادي أبو ديا أن هذه عملية عسكرية خاصة فقط رح تكون محدودة وبوقت محدود. إذا فيك تقلنا المعلومات أنه شو يعني أنت كيف تنظر إلى هذه الحرب؟ هل هي طويلة أم أنه لا عملية خاصة؟ قبل ما أسألك عن الحل المفاوضات، تفضل. أنا أظن أنه سريع ولا لا تستغرق طويلاً. ما هو صحيح اليوم بيانات وتصريحات وزارة الدفاع؟ هناك في كثير الأطراف بده استغلال الموضوع إعلاميا، فلذلك هناك فيك نيوز على طول. بس وزارة الدفاع الروسية تقول أن هناك تدمير للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وهذا هو الوارد.
الشيء الثاني قالوا موضوعيا يجب أن نعترف أن هناك الجبهة الشرقية يعني في دونباس، هناك التشكيلات الأساسية الأوكرانية ولديها الخبرة ولديها دوافع، لأنه تطرف، هذا تطرف، فبالتالي أن هناك معارك عنيفة وهناك القصف من جانب الأوكراني للمناطق السكنية كان يستمر خلال الأيام الأخيرة وضحايا يوميا. فهناك تقدم من الجانب الدونباس لعمق الجبهة الشرقية. من ناحية أخرى أنه بسهولة نسبيا أنه تسربت أو تقدمت القوات الروسية إلى مثلا كييف، ولكن في وسط كييف هناك من الواضح أن العقدة الأساسية أن المدافع والصواريخ نشرت في وسط المدينة، وهذا طبعا صعب لإجراء المعركة هناك، لأنه أهالي البلد موجودين، ونحن لا نريد أن يكون هناك ضحايا من بين المدنيين، هذا واضح تماما. فلذلك الحديث كيف تتطور عملية عسكرية وفقا للخطة أو هناك المقاومة شديدة من الجيش الأوكراني، هذا غير واضح، وفقط العسكريون هم يعرفون. أما الشيء الآخر هذا استغلال الإعلامي يعني. بالنسبة لسؤالك، أنه تحدثنا سابقا عن دونباس، موضوع دونباس، ولكن صار في هناك الموضوع أوكرانيا ككل. هناك الجواب على هذا، أولا عندما هتلر هاجم الاتحاد السوفيتي وصار في الرد الفعل الهجوم المعاكس من جانب الاتحاد السوفيتي، شو وقفوا عند الحدود ويقول أنه خلاص أنه نحن حررنا أراضي سوفيتية ولن نصل إلى برلين، هذا مستحيل، هذا حرب يعني. على أولا الشيء الثاني أنه الغرب اليوم يخوض الحرب ضد روسيا عمليا في كافة المجالات، أنه الإعلامي طبعا زمان، أنه الأوكوبات زمان، الآن بيقولوا نؤيد حرب العصابات، فأوكرانيا رأس الحرب الغربية ضد روسيا، ولذلك يجب يكون الحل الجذري لهذا الموضوع. الشيء الثالث أنه احنا نقول أنه النظام في كييف هذا نظام عمليا ناجي، لأنه شكليا ممكن يكون الرئيس، ولكن عمليا يعتمدون على التطرف كآلية لتنفيذ كل شيء، والأمر متطرف يعني عن ناجي روسيا تغيير النظام الأوكراني اجتزاز بطبيعة الحال تم إعلان رسمية وتغيير النظام. كيف تعمل؟ ما هو عم بيقول إنه نازي، بيقول إنه نظام نازي، يعني أي سيكون الختم؟ لا، هي الهدف لا يريدون يعني لا يريدون حكومة عدائية لروسيا، لروسيا بس يعني معناته تغييرها، لا مش ضروري تغييرها، إقامة انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة يختار فيها الشعب الأوكراني قادتهم بدون التأثير الغربي. نحن نعلم أنه الرئيس الأوكراني الحالي جاء بموجب انقلاب، حصل عدة انقلابات حاولوا بها، ولكن توجت في العام 2014 بهذا الانقلاب ليأتوا به معاديا للشعب الروسي ومعاديا لسياسة روسيا. ليس المطلوب أن يكون موافقا لروسيا، ولكن ليس أيضا المطلوب أن يكون عدائيا إلى روسيا. طب سعادة السفير، أنا بدي أنهي بسؤال معك ومع جوفي كمان، رح وجه له نفس السؤال. وين السفير؟ بعده معنا؟ سعادة السفير، هل فعلا تدغدغ روسيا أحلام العودة
إلى الاتحاد السوفيتي وبدها ترجع تضم كل الاتحاد ترجع تحت سيطرتها، مثل ما الغرب بكل وسائل الإعلام عم بيضوي على هذه النقطة، أنه هناك هدف لروسيا أن تعود لضم كل الاتحاد السوفيتي. وبشكل سريع أيضا لو سمحت سعادة السفير، ماذا عن مفاوضات بيلاروسيا اللي هي ستذهب من دون شروط؟ أنت منذ قليل رفضت أن تكون مع السفير الأوكراني على الهواء، يعني حتى رفضت أنك تكون وهو معك على الهواء، فأي مفاوضات ستذهب روسيا إلى أي مفاوضات لتتحدث مع الأوكران لحل سلمي أو لوقف إطلاق نار؟ تفضل سعادة السفير، نفس السؤال رح أسألكم. صحيح أن عودة الاتحاد السوفيتي هذا مستحيل، وأصبح هذا معروف الموقف الرسمي الروسي وموقف شخصي لرئيس بوتين، أنه رغم أنه تفكك الاتحاد السوفيتي أصبح كارثة، ولكن العودة إلى الاتحاد السوفيتي شيء مستبعد نتيجة لأسباب عديدة، وصعب جدا أن نتحدث بصورة مقتصرة حول الموضوع، ولكن هذا هو الواقع. والمفاوضات أن نعود. أما المفاوضات فأنا شخصيا لا أعرف فعلا ما هو مضمون لهذه المفاوضات، لأنه حسب تصريح لرئيس الوفد الروسي هذا لإنقاذ حياة المدنيين والجنود الأوكرانيين والروس، هذا معناه الهدف كأنه وقف العمليات العسكرية، ولكن في نفس الوقت هذا التفاوض مع الوفد النظام اللي نحن نعتبر هذا النظام النازي عمليا، فلذلك ما هو المضمون لتوافق انا لا اعرف، وحتى لو وصلنا الى التوافق معهم اين هناك الضمانة لتطبيق لهذا الاتفاق، عندما نحن نعرف أنه من جانب النظام الأوكراني أو مماطلة أو تعطيل، وكما أنه الآن يبدو موقف الغربي الأمريكي والأوروبي بشكل كامل ضد روسيا، روسوفوبي يعني، فلذلك لا يمكن أن نتوقع تنقية الأجواء، أنا لا أرى الفرصة. طيب خليك معي سعادة السفير لنسمع أجوبة الضيوف، تفضل. يعني أعتقد سعادة السفير عبر بموضوعية فيما يتعلق بعودة الاتحاد يعني السوفيتي السابق، أو أن يكون هذا الطموح هو القائم، خصوصا أنه يعني عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق هن اليوم يمكن أعضاء بالناتو، بعتقد 11 دولة يعني، وصار شيء مستحيل. هاي مسألة منا بهالبساطة، هذا بيدخلك بحرب فعلا ساعتها عالمية جديدة، يعني مش بالسهل أبدا. أنا أعتقد إنه روسيا يعني ما تسعى إليه فعلا أو الأهداف هي حفظ أمنها فيما يعني أو بوجه يعني أهداف أو مشاريع الناتو على حدودها. في عندك يمكن دولتين أو ثلاثة بمحيط روسيا اليوم هني الأقرب إلى الحدود الروسية، هني أعضاء بالناتو، يعني مش عم نحكي عن دول أوروبية البعيدة، مقدونيا وفنلندا وبولندا، وبالتالي إذا أوكرانيا انضمت إلى حلف الناتو يعني الناتو صار على الحدود الروسية، سقطت بيلاروسيا تماما. فهذا الهدف بعتقد الروسي الأساسي، أن تحفظ أمنها في مواجهة الناتو. أنا بالنسبة لي بدي كرر كلام الرئيس بوتين حول موضوع عودة الاتحاد السوفيتي، من لا يتمنى عودة الاتحاد السوفيتي فهو بلا قلب، ولكن من يسعى إلى عودته فهو بلا عقل. حلو. هذا يختصر موضوع عودة الاتحاد السوفيتي. يعني الجميع يتمنى عودة الاتحاد السوفيتي كعاطفة، ولكن أن نعمل بعقل لإعادة الاتحاد السوفيتي هذا مستحيل بفعل التعقيدات التي حصلت. اليوم تريد روسيا حماية أمنها القومي، تريد حماية مواطنيها، تريد حماية حركتها الاقتصادية والملاحة البحرية في البحر الأسود. التهديدات التي أحيطت بها منذ عام 1999 حتى عام 2020، انضمام 11 دولة من الدول التي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفيتي صارت بحلف الناتو،
التعزيزات العسكرية عمليا الآن لم يبقى إلا بيلاروسيا وأوكرانيا. أوكرانيا بس للمشاهدين تبعد عن موسكو 755 كيلو، يعني تستطيع أن تستخدم البنية العسكرية البنية التحتية العسكرية الأوكرانية لنصب الصواريخ الهجومية، حيث من المقرر أنه بالعام 2021 أجرى 7 مناورات عسكرية، بالعام 2022 سيجرى 10 مناورات عسكرية زادوا 3، وستتضاعف عدد الأفراد المشاركين إلى 64,000 جندي مشارك، سيتضاعف عدد الطائرات 3 مرات، عدد السفن البحرية 4 مرات، وهذا على ما يدل. الجواب عند الجواب عند بوتين، الجواب عند ما قام به الرئيس الروسي. شكرا لك سعادة السفير ألكسندر زاسبيكين على هذه المشاركة معنا، ولو كانت قصيرة بس أكيد هلأ الموضوع الحرب الروسية الأوكرانية وموضوع رح يحكم كل الأسابيع، إذا ما بدنا نقول أيام، الأسابيع المقبلة. بدي أتشكرك أستاذ ظافر ناصر أمين السر العام بالحزب التقدم الإشتراكي، أستاذ فادي أبو ديا كمان شكرا لمشاركتك معنا. مشاهدينا وصلنا لختام هالحلقة، تصبحوا على خير.